الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. حلقة جديدة النهاردة من البيت الكبير، حلقة بداية الأسبوع دايما بتكون مميزة، والنهاردة كمان حلقة مليانة سعادة ومليانة فرحة وفوز فريقنا طبعا النادي الأهلي في مباراة تاريخية أكتر من رائعة، خاضها طبعا النادي الأهلي مبارح بالوداد ونجح انه يفوز بنتيجه 2-0 على ملعب طبعا محمد الخامس في كازابلانكا. هنتكلم بشكل تفصيلي عن المباراه، عن شكلها قبل المباراه، اثناء المباراه، بعد المباراه، لكن كمان عندنا ضيوف النهارده هنحاير معاهم مباراه الاهلي والوداد. لكن قبل ما نتعرف على ضيوفنا احب طبعا ارحب بسهام. مساء الخير عليك. اهلا بيك يا كابتن هاني. اهلا بيك بكل جمهور النادي الاهلي العظيم في كل مكان. حلقه جديده، حلقه اول اسبوع في البيت الكبير. قبل ما نتكلم كلام كتير، هيكون منورنا ومشرفنا النهارده في الفقره الاولى الاستاذ عصام شلتوت مدير التحرير التنفيذي لجريده اليوم السابع، ومعاه ان شاء الله برضو مشرفنا الاستاذ محمود صبري مدير تحرير جريده الاهرام. في الفقره الثانيه هيكون مشرفنا الكابتن محمد جوده نجم الاهلي الاسبق، وهو الحقيقه نجم من نجوم الاهلي اللي اختفوا الحقيقه فتره، فهنعرف منه هو فين، شاف المباراه دي ازاي، شايف اللي جاي ازاي. مشرفنا ان شاء الله في الفقره الثانيه. الثالثه والاخيره مشرفنا النجم الكبير كابتن فتحي مبروك عن كل اللي يهمكم في مباراه الامس ومباراه المباراه القادمه ان شاء الله. ان شاء الله هنعرف اخبار وكواليس كتيره جدا زي ما انت قلت طبعا كابتن هاني في البيت الكبير. لكن اسمحوا لي في البدايه وقبل ما ابدا كلامي عايزه أهني كل جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان، مش في مصر بس وفي العالم كله، وأنا عارفة إن إحنا بالملايين خارج مصر تحديدا على المباراة العظيمة اللي فاز بيها النادي الأهلي على الوداد المغربي امبارح بهدفين سجلهم طبعا أفشة وعلي معلول. مباراة هتفضل عالقة في أذهاننا، لكن في نفس الوقت مش عايزين نبالغ، مش عايزين نبالغ في الفرحة. طبعا سعداء بلاعبتنا ومدربنا الجديد وسعداء بشناوي جدا، ولكن الإفراط في الفرحة والاحتفال مش يعني مش هنقول مش حاجة إيجابية، بس حاجة يعني خلاص عملناها امبارح وهننا بعض، وكرة القدم ما فيهاش مستحيل. وطبعا فريق الوداد فريق كبير عنده لعيبة على مستوى فني وبدني متميز، وأكيد هيكون عندهم الرغبة في أن هم يعوضوا عندنا في القاهرة في الشوط الثاني يوم الجمعة اللي جاي. فعلشان كده عايزة أقول أن الشوط الأول بس هو اللي خلص أو خلص، الشوط الثاني لسه هيكون على استاد القاهرة. مطلوب كل الدعم والمؤازرة لعبتنا والجهازنا الفني وموسيماني علشان نوصل لحلمنا وهدفنا طبعا التتويج بالبطولة الأفريقية، علشان نسعد جماهيرنا العظيمة والوفية في كل مكان. طبعا انا بأيدك تماما يا سهام، لان الموضوع طبعا مبروك للنادي الاهلي، واحنا متعودين ان احنا دايما بنفرح وبنبقى سعداء جدا. لكن كمان خلينا نتكلم ان طبعا المباراه كانت مباراه رائعه على المستوى الفني، على المستوى خلينا نتكلم على المستوى التحضيري قبل المباراه، كان تحضير اكتر من رائع من موسيماني، اللعيبه باقصى تركيزها، والنقطتين دول مهمين جدا للمباراة العودة، انك تاني تحضر بشكل جيد جدا، لانها تاني بنقول ان ده شوط وخلص. عندنا الأولوية وعندنا الميزة ان احنا احرزنا هدفين، لكن كرة القدم زي ما بنقول ما فيهاش مستحيل، فلازم يكون نفس التركيز ولازم يكون نفس التحضير. وخلينا نتكلم ان دايما النادي الأهلي متعود انه بيقفل الصفحة، يعني كان في احتفالات امبارح ما فيش شك انها لازم اللعيبه تفرح والجهاز والجماهير كلها تفرح بالنتيجه ديت، لكن كمان خلونا من يعني الفرحه ما تبقاش كبيره قوي، لان احنا النادي الاهلي، احنا النادي الاهلي، احنا نادي القرن. النهارده كمان في لقطه كده يعني اعلق عليها سريعا، ان وصول النادي الاهلي لمطار القاهره وكان في بوكيهات ورد للنادي الاهلي. مش عيب انك تحتفل، لكن انا شايف ان دوت مش صح، مش صح لنقطتين. اولا يا سهام، انت بتدي احساس للعيبه انها عملت انجاز كبير جدا وانجاز غير مسبوق. احنا لازم نعرف اللعيبه او اللعيبه توصلها ان انتوا افضل نادي في افريقيا، انك تكسب بره ارضك ده شيء طبيعي على النادي الاهلي ولعيبته، لازم الاحساس ده يوصل لهم. والاحساس الثاني مش عايزين نوصل للعيبه ان بقى الافراح بدات، لا، الافراح ان شاء الله باذن الله هتبدا مع صفاره نهايه المباراه النهائيه ان شاء الله ايا كان مين المنافس بس بتاعنا. بس خد بالك وانت رايح لهم ببوكيه الورد
رايح لهم، وانت يعني برضو عمال تقول لهم ما تنسوش الجمعه، اكيد هم مش ناسيين، واكيد عارفين ان البطوله دي غاليه علينا قوي، انا متاكد، واكيد عارفين ان المهمه النهارده كل ما بتعدي خطوه، والخطوه دي الحمد لله بتكون في صالحك، كل ما كان اللي بعدها اصعب في مشوارك. مفيش شك، انا عارف ان النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي عارفه كده، لكن كمان عايزين نوصل صوره انا في وجهه نظري ان احنا فريق كبير قوي، افضل فريق في القاره الافريقيه. يعني ما اشوفش ان بايرن ميونخ بيروح يكسب مثلا باريس سان جيرمان في الدور قبل النهائي من التشامبيونز ليج، بيرجع المطار يدوا له ورد. يعني خلينا نتكلم ونكبر نادينا اكتر، نحتفل ونفرح، الناس بتقدم لها حبا في اللعيبه وحبا في النادي الاهلي، تقدير كمان. يعني انا بتكلم من وجهه نظري الشخصيه، بس انا متاكده ان هم رايحين يعني برساله مع البوكيه، مع يعني بوكيهات الورد. انا اتمنى ان شاء الله باذن الله. وانا عارف ان اللعيبه والجهاز الفني، انا متاكد 100% ان الرساله دي واصله، ان احنا قفلنا دوت، ده شوط واحد، عندنا الاولويه ان شاء الله للوصول للمباراه النهائيه. نتيجه جيده جدا، نتيجه اعتقد ان النادي الاهلي طبيعي جدا ان يكسب بره ارضه، ده لازم الكلام ده يرجع تاني. من سنوات ما بنعملش كده، لكن ده النادي الاهلي، ده النادي القرن، افضل فريق في افريقيا، تكسب بره ارضك، تكسب كويس وترجع كمان تكسب على ارضك، هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي. فخلينا نقول مبروك للنادي الاهلي الشوط الاول، وان شاء الله يعني منتظرينكم ان شاء الله الجمعه الجايه عشان تاكدوا ان شاء الله الوصول للمباراه النهائيه. مباراه الاهلي والوداد امبارح هنشوف تقرير عنها بالتفصيل، ونرجع لحضراتكم مرة تانية البيت الكبير. لا صوت يعلو في القارة السمراء على صوت المارد الأحمر، هكذا أثبت النادي الأهلي أنه الأقوى والأفضل على صفحة القارة الإفريقية بعدما نجح في تحقيق فوز رائع على نظيره الوداد المغربي في المباراة التي جمعت بين الفريقين السبت على أرض ملعب مركب محمد الخامس في المغرب ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وأبدع الأهلي في المواجهة الصعبة التي كانت تترقبها الجماهير، ونجح في تسجيل هدفين رائعين عبر محمد مجدي أفشة وعلي معلول، كما سيطر لاعبو الأهلي على مجريات شوطي المباراة، وكانوا الأفضل داخل الملعب على صعيد الانتشار والاستحواذ وكذلك الهجمات الخطيرة، بعد أن هددوا مرمى بطل المغرب بعدة فرص مؤثرة كانت كفيلة بخروج الفريق فائزا برباعية على الأقل. نال النادي الأهلي في مباراته أمام الوداد استحسان الجميع داخل القارة الإفريقية وعشاق كرة القدم، بعد أن قدم مباراة كبيرة داخل المستطيل الأخضر وخارج الخطوط من الإدارة الفنية الرائعة للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الذي حجز سريعا مكانة كبيرة في قلوب جماهير القلعة الحمراء بعد أن ظهرت بصماته سريعا على أداء اللاعبين والمردود الفني والخططي لكل عناصر الفريق، خاصة من حيث الضغط على المنافس وفي كل أرجاء الملعب وسرعة نقل الكرة واللعب كوحدة واحدة مطبقين فكرة الكرة الشاملة الجميلة وسرعة الارتداد من الهجوم للدفاع وكذلك سرعة الانطلاق بالكرة في حالة الهجوم. وأبلى لاعبو الفريق كلهم البلاء الحسن في المغرب، مؤكدين رغبتهم في تحقيق حلم جماهير القلعة الحمراء بالتتويج بالبطولة الإفريقية الغالية بعد أن غابت عن دولاب بطولات المارد الأحمر منذ عام 2013. وعلى الرغم من إجادة كافة العناصر، إلا أن هناك بعض اللاعبين الذين أبدعوا في هذه المباراة، خاصة الحارس العملاق محمد الشناوي وثنائي الدفاع ياسر إبراهيم وأيمن أشرف وظهير الطائر علي معلول وقلب وسط الملعب ومحور الفريق محمد مجدي أفشة الذي كان في أفضل حالاته الفنية والبدنية، فضلا عن ظهور مروان محسن كمحطة قوية ومؤثرة في الهجوم الأحمر. الأهلي أبدع كعادته في المناسبات الكبيرة وأثبت أنه عازم على تعويض السنوات الأخيرة، متسلحا بدعوات جماهيره ورغبة نجوم الفريق في تسطير أسمائهم ضمن أوراق دفتر العظماء في النادي الذين نجحوا من قبل في تحقيق هذه الكأس الغالية ومعانقة الأميرة الإفريقية السمراء. اهلا بحضراتكم مره تانية، وزي ما اتكلمت يمكن قبل التقرير دوت مع سهام، ان شاء الله احنا منتظرين الفرحه الكبيره ان شاء الله
يوم 6 نوفمبر بعد ان شاء الله حصلنا على البطوله. لكن خلينا اتناقش برضو مع حضراتكم كمان مع سهام، ان لاحظنا امبارح سهام طبعا عصام الشوالي من المذيعين الرائعين الكبار واحنا كلنا بنحبه وبنتابعه على قنوات على القنوات المشفره ومباريات، خاصه مباريات صلاح. لكن لاحظت كده، وكمان مش انا لوحدي، عدد كبير جدا من اللي كانوا قاعدين معايا ومن جماهير النادي الاهلي، ان كان في شيء من يعني مش هقول لك التعصب، لكن الانحياز شويه لفريق الوداد في كرات كتيره جدا. يعني النادي الاهلي بيهاجم تقريبا ناقص يقول للمدافع حاسب، الوداد بيهاجم ناقص يقول له شوت هات جول. يعني كان في عدم حياديه كده ودوت على غير عاده الكابتن عصام الشوالي، لكن احنا كاهلاويه لاحظناها بشكل كبير جدا. حتى تاثره بالبكاء، يعني حتى اللقطه اللي جاب فيها وهو بيبكي دي يمكن انتشرت كتير جدا على مواقع السوشيال ميديا، وده غير متوقع زي ما انت قلت، لانه هو عنده يعني جمهور كبير قوي اسمه جمهور النادي الاهلي. صحيح. جمهور النادي الاهلي اللي بيفرق في البث، وبيفرق في نسب المشاهده، وبيفرق بالارقام، وكله بالارقام. فاحنا هو امبارح ما حسيناش امبارح بالحياديه، ما حسيناش حتى بالحماسه لما النادي الاهلي مثلا، يعني مش طالبين انك تساند النادي الاهلي، لكن في نفس الوقت كمان ما كانش في داعي انك كمان تساند بشكل غريب جدا نادي الوداد. خلينا على الحياد، انت معلق ممتاز كلنا بنحبك، لكن اعتقد كمان من الحياديه والواجب على الحياديه، حتى لو كنت بتشجع الوداد، حتى لو كنت بتتمنى حتى لو قدر الله خساره النادي الاهلي، لازم يكون في حياديه في ادائك. احنا كلنا بنحبك، لكن اعتقد دي الصوره ما وصلتليش انا، وصلت لملايين جماهير النادي الاهلي، وكان لازم نعلق عليها. نتمنى ان شاء الله لكل المعلقين ان يكون عندهم حياديه وعندهم زي ما بنقول اللعيب عنده ثبات انفعالي، مشاعره ما تاخدوش اتجاه جهه ان هو بيحبها او جهه يميل ليها. فنتمنى طبعا التوفيق للكل، وان شاء الله زي ما بقول باذن الله ان شاء الله خطوه. ده امبارح كان مباراه كلنا سعداء بيها، كانت خطوه ان شاء الله على للوصول للمباراه النهائيه باذن الله. اكيد إن شاء الله. واكيد مش هنقف طبعا عند النقطه دي النهائي، ولان يعني احنا يعني مش في وقته، هو مركزين في الهدف الاهم والاسمى وهو تحقيق البطوله الافريقيه. فاكيد طبعا احنا هدفنا في يعني في التتويج باللقب، ده اهم حاجه. لكن زي ما قلت، جماهير النادي الاهلي هي الرقم واحد لأي قناة بتهتم أن يكون عندها نسب مشاهدة، لأنه مع احترامنا لكل فريق ولأي نادي موجود في البطولة فدي تحديدا، فجماهير الأهلي هي الأكثر شعبية. فأنت عندك قاعدة جماهيرية هنا عريضة يا كابتن شوالي، أنا بتمنى أن أنت ما تخسرهاش. خلونا نروح لأولى فقراتنا النهاردة، والأستاذ عصام شلتوت والأستاذ محمود صبري، ومع طبعا زميلي هاني رمزي، وحديث شيق إن شاء الله. تفضل. أهلا بحضراتكم مرة تانية، وأول فقرتنا النهاردة في البيت الكبير معانا اثنين من النقاد الكبار، مش بس على مستوى مصر لكن كمان على مستوى العالم العربي كله. معانا ومشرفنا الاستاذ طبعا عصام شلتوت. اهلا بحضرتك استاذ عصام. اهلا بيك كابتن هادي، ومبروك امبارح. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. طبعا استاذ محمود صبري اهلا بحضرتك والف مبروك امبارح. مشك حلو. وشنا كلنا حلو الحمد لله، يا رب تكمل على خير ان شاء الله. خلينا سؤال يعني موحد لحضراتكم، نبدا بالاستاذ عصام، رايك في اداء موسيماني على المستوى الفني في مباراه امبارح؟ احنا يمكن في البيت الكبير يعني قلنا هنا قبل الماتش ان الراجل فاهم قوي الكره الافريقيه، بيقدم يعني كل ما يمكن ان يكون علم وخبرات متراكمه، هو قاري النادي الاهلي، هو مدير فني كان يامل في نقل تجربه لنادي كبير، وكان حاسس انه لايقه جدا على الاهلي ومتمني انه يشتغل في النادي الاهلي. لما توافقت الرغبات، وهنا لازم زي ما الناس بتبارك الحقيقه للتيم وللاداره كامله وللمؤسسيه اللي دايما الناس شايفاها في النادي الاهلي، لازم تقول للكابتن محمود الخطيب شكرا، لانه شال الموضوع لوحده، منتهى الثقه في اختياره، حتى لو قال لو قلنا ريسك فهو الوحيد اللي كان يعني بالبلدي مرسك وموافق، وبالتالي لا، الراجل ده هيزود الاداء مره بعد مره. لاحظ يا كابتن ان هناك نواقص في المراكز، لكن هو قدر يخلي كل اللعيبه لديها انطباع
ان احنا بنلعب واحده واحده، ان احنا بنكمل بعض. لا بأس ان انت تكون ظهير ايسر فتبقى بتلعب في نص الملعب، فمفيش مشكله ابدا ان انت جناح فتلعب راس حربه حتى لو حضرتك بتتكلم كمان على التحضير، تحضير للمباراه في مباريات الدوري كذا سيناريو. هو الثلاث ماتشات اشتغلهم علشان الحلم الافريقي، عشان يعني العروس السمراء اللي هو عارف حلم الناس وسمعه وصوره التسعة يا أهلي لما كان بيلعب مع سان داونز في استاد القاهرة. وبالتالي أتصور يعني بخبرتنا مع الكبار اللي الراجل ده الحقيقة من الكاتيجوري بتاعهم، إنه قال لأفش أنت هتكسبني. الدنيا كلها بتتكلم عن ثلاث ديفندرات، ربما عن حمدي فتحي مع ديانج والسولية، لكن أنت هتلعب وأنت هتكسبني. لا، الراجل شغال انديفيدوال يعني فردي مع كل اللعيبه، الراجل شغال جماعي، الراجل بيشتغل كما يطلق على الاحتراف 100%، لانه مذاكر منافسه قبل ما يذاكر فرقته، وبيشتغل في العامل النفسي بصوره الحقيقه بتفكرنا بالفعل بكلاس ايه الحقيقي. وبعدين فكره الجنوب افريقي، لا ادري يعني الناس ليه مش واخده بالها انه جنوب افريقيا اصلا بلد متقدم جدا، بلد يعني يصدر الكثير، ومع هذا هم يعوا جيدا حجم مصر والنادي الاهلي المنتج. والدليل هو ان رئيس الدوله يتمنى لهذا الرجل النجاح في مصر الكبيره افريقيا. صحيح. طيب استاذ محمود. لا هو طبعا يعني لما تيجي يعني الناس عماله تصدر احكام بدري على الراجل، لسه يعني احنا لسه بيشتغل وبيعمل، لكن يكفي ان انت تلاحظه في المباراه ان هو رجع حاجه مهمه جدا. يعني قفشه لما جاب الجول وراح له حضن، وحضن غريب جدا على فكره، ده يدلك على المدرب شعباوي يعني ايه بتاعنا يعني مننا، واحد قريب مننا كده يعني، عرف يوصل للاعيبه بسرعه، بقى في بدات تبقى تدريجيا في علاقه. العلاقه دي بقى تاثير نفسي بتنقل اللعيبه من مرحله لمرحله. يعني زي ايه؟ مانويل جوزيه كان سر نجاحه في العامل النفسي، ازاي يطلع من قدراتك يعني تضاعف القدرات، يلعبك يمين شمال مدافع، هتلعب في ايه؟ في مدرب بيبقى عاوز لعيب يؤدي له ثلاث وظائف في نفس الوقت. الراجل ده في فتره قصيره جدا كل اللي عمله ان هو نظم، برجع كل حاجه مكانها، اشتغل نفسيا، ادى ثقه، لعب الكوره. ان احنا عاملين نقول جنوب افريقيا يا جماعه، جنوب افريقيا زي ما قالوا اصلا دوله يعني متقدمه، ما بنحاولش نقلل يعني نقول جنوب افريقيا، لا جنوب افريقيا احسن مننا، احسن مننا في حاجات، لازم نحترم الناس ونقدرها ونديها. لما رئيس دوله يطلع يتكلم عن مدرب تعرف قيمه الشخص، يعني قيمه البني ادم. دي نقطه كابتن هاني، الاهلي خطى خطوه مهمه جدا، لكن لسه ما خدناش البطوله. خطى خطوه صحيح. وعايز اقول مش عاوز يعني الفت نظر الناس انه الفرحه المبالغه خلاص ستوب واتقفل الباب من النهارده ومن دلوقتي. تفكير مباراه العوده صعبه جدا، المباراه مش سهله. عايز اقول انه حضرت لقطه شاهد عليها في 2001 في نهائي الاهلي وسان داونز، انتهى الماتش 1-1، كنت موجود في الملعب. وبعد ما انتهى الماتش الفرقه طبعا فرحه كانت كبيره جدا، مانويل جوزيه قفل اوضه اللبس وقال خلاص انتهى الموضوع. ساعه يعني ايه فرحه ساعه وقفل، طلعت الناس وشوش تانية متغيره، لانه ايه هنا دي الحاجات اللي احنا تجاربنا لازم نتعلم منها. خطوه مهمه جدا، شخصيه البدء بدات تعود في فوز مهم. احنا فاقدين الجزئيه دي لينا اكتر من 3 4 سنين، مش عارفين نحقق الفوز بصوره وباداء جيد. في روح جديده، في شغل بيتعمل على الارض، فريق بيمر بظروف اصابات كتيره لكن عنده اصرار متماسك. عندك كل الامور مؤهله كابتن انك انت تفكيرك دلوقتي منصب على لقاء الجمعه المقبل، ده هو الاول. لكن تقول لي افكر في النهائي بدل، شوف كلامه، شوف كلامه، شوف كلامه. هنرجع لتصاريح كمان موسيماني لانها حاجات مهمه جدا، وكمان طبعا هنتكلم كمان على الجانب ازاي الصحف المغربيه قبل المباراه كانت بتتكلم، ونشوف كمان دلوقتي معانا تقرير ازاي الصحف المغربيه اتكلمت بعد المباراه. عندنا تقرير عن كيف تداولت الصحف المغربيه مباراه او فوز النادي الاهلي على الوداد امبارح، نشوف التقرير ونرجع مع حضرتك. ب
بلا شك أن ثنائية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في شباك الوداد البيضاوي المغربي في عقر داره باستاد محمد الخامس بالدار البيضاء بلقاء الذهاب في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا أحدثت ضجيجا كرويا على نطاق واسع في قارة إفريقيا وعلى الأخص في مصر والمغرب، كما انهالت الصحافة المغربية بالإشادة والغزل فيما قدمه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وتفوقه على نظيره الوداد البيضاوي المغربي في مباراة أشبه ما تكون من طرف واحد، في إشارة إلى أن المارد الأحمر قد وضع قدما في المباراة النهائية. لخصت صحيفة المنتخب المباراة بعنوان لعنة الفراعنة تصيب الوداد أمام الأهلي، وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن البداية كانت صادمة بهدف أحرزه محمد مجدي أفشه لاعب الأهلي إثر خطأ قاتل من يحيى جبران مدافع الفريق المغربي، وأوضحت أن اللعنة لم تصب الوداد فقط في الشوط الأول بالهدف المباغت الذي سكن مرماه، ولكن في إهدار فرصة التعادل من ركلة جزاء تصدى لها البارع محمد الشناوي. وأوضح التقرير أيضا أن الوداد عانى الأمرين من ثلاثة عوامل كانت قاتلة، الأولى أن دفاعه كان فوق نار مشتعلة وكان قابلا للانفجار في أي وقت بسبب النقص الفظيع الذي عانى منه لغياب أهم مدافعي، والعامل الثاني يتمثل في معاناته مع النقص الكبير في اللياقة البدنية والمعنوية في آن واحد، ثم العامل الثالث وهو خيارات مديره الفني على مستوى خط الهجوم لإبقائه على كزادي على دكة الاحتياطي. وعنون موقع رياضي مغربي في نسخته العربية عن المباراة قائلا الأهلي يسقط الوداد ويقترب من نهائي دوري الأبطال، وأشار التقرير إلى أن الأهلي أسقط الوداد بلا رحمة واقترب من نهائي دوري أبطال إفريقيا، ووصف أداء الأهلي ولاعبيه على الأخص محمد الشناوي بالعظيم نظرا لتصديه لركلة جزاء احتسبها الحكم الزمبي جاني سيكازوي مشكوك في صحتها لكن أهدرها بديع أوك. وأشار التقرير ذاته إلى أن يحيى جبران مدافع الوداد ارتكب خطأ ساذجا أمام محمد مجدي أفشا تسبب في اهتزاز شباك الفريق البيضاوي بهدف مبكر، كما تحدث موقع البطولة عن تعثر الوداد تحت عنوان الوداد يتعثر أمام الأهلي ذهابا على أرضه ويعقد من مأموريته إيابا، مشيرا إلى أن أبناء الدار البيضاء بدأوا بداية مخيبة بعد استقبال مرماهم هدفا بخطأ لا يغتفر. وأشار التقرير ذاته إلى أن خط دفاع الوداد بدأ متفككا طوال أحداث المباراة ولم ينجح في التعامل مع هجوم الأهلي، كما امتدح تألق الحارس الأمين محمد الشناوي مشيرا إلى أنه منع الوداد من تسجيل هدفين. وبعنوان هزيمة مفاجأة غير متوقعة عنوان موقع لوماتان المغربي خسارة الوداد أمام بطل مصر في تقرير مقتضب عن المباراة، حيث أكد التقرير أن الوداد تلقى هزيمة مفاجئة أمام الأهلي، وانهال الموقع المغربي بالإشادة بأفكار الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، وأشار إلى أن الأهلي كان الأحق بالفوز. وأبرز موقع هيبا بريس المغربي انتصار الأهلي على الوداد تحت عنوان الأهلي يخرج بفوز مطمئن من ملعب الوداد، وأوضح التقرير أن الأهلي تفوق على الوداد في النتيجة والأداء، مشيرا إلى أن المدرب الأرجنتيني جاموندي المدير الفني للفريق البيضاوي بدأ فاقدا للحلول. أبرز موقع شوف تي في المغربي خسارة الوداد من الأهلي تحت عنوان الأهلي المصري يقسو على الوداد بثنائية نظيفة ويلحق به هزيمة مذلة، وأشار تقرير المباراة إلى أن نادي القن نجح في تسجيل هدف سريع في أول 5 دقائق من المباراة عن طريق نجمه محمد مجدي أفشا مستغلا خطأ فادحا من اللاعب يحيى جبران. ووصف موقع هيسبورت الرياضي المغربي هزيمة الوداد بثنائية أمام الأهلي بالانتكاسة، حيث أشار التقرير إلى أن الأهلي تمكن من مباغتة الوداد مبكرة ونجح أفشا في هز الشباك سريعا في 5 دقائق الأولى من اللقاء. وأشار الموقع في تقريره إلى أن الأهلي واصل سيطرته وإحكام قبضته على مجريات اللعب في الشوط الثاني، وفي المقابل استمر لاعبو الوداد في خوض دقائق الشوط الثاني بمردود ضعيف قبل أن يسجل علي معلول الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء. بحضراتكم مرة تانية أستاذ عصام، زي ما شفنا تقارير صحفية بتشيد بأداء النادي الأهلي صحيح، وبتشيد كمان بأداء موسيماني، على الجانب الآخر طبعا بتضع ضغوط
كبيره جدا على جاموندي طبعا المدرب، مدرب الوداد، وقلنا جزء من سبب الخساره. يعني اتكلم مع حضرتك ومع استاذ محمود، نخش بقى في المباراه ونشوف كيف ادار موسيماني المباراه خلال الشوط الاولاني، وكمان نتكلم على كده كمان في المؤتمر الصحفي وردود افعاله في المؤتمر الصحفي. نبدا بحضرتك استاذ عصام. هو لعب زي ما الاستاذ محمود قال، الراجل ما جاش يغاره يبدل، هو بيضطر بس لتعديل بوزيشن لاعب علشان يستكمل النقص الرقمي، يعني ما عندوش فرود فبيضطر يخلي مثلا مروان يبقى مهاجم صريح بدل ما هو متعود يبقى ما قبل الفرود او تحت الفرود، وبالتالي ما بيفتيش كتير. يعني ما قالش مثلا العب، رغم ان ده اتقال واشيع، وبرضه حاولنا نساهم انه يمر، لانه الاخوه المغاربه ما شاء الله من طول الازمنه بيعرفوا يعصروا يعني كل اللي بيخرج من اخبار وهنا ومعلومات ويدوها لفرقهم، ودي حاجه مشروعه. يعني ما لعبش مثلا بليبرو متقدم والحاجات الفزلكه دي اللي لازم تبقى معدلها، مش بقول فزلكه انها ما تنفعش، دي بتبقى محتاجه فرق لعبت عليها كتير وخدت وقت طويل طبعا. وانت حضرت ده مع العظيم محمود الجاري الله يرحمه، ازاي كان بيحط حد بس بتقعدوا تشتغلوا عليها بالثلاث اربع اشهر، ما حاولش يجيب الشمال يمين اقصد واليمين شمال، ما تفزلكش يعني. هو الراجل عدل الفرقه بالشغل كل اوراقه ورفع الحوافز. وانا بقول لحضرتك انه الجاريه اللي فكرنا بيها صديقي العزيز محمود صبري بتاعت قفشه تعني ان الرجل، وحضرتك تقدر تبقى حاسم اكتر مننا فيها او فاصل، اللي هي تعني انه كان في كلام صحيح. لما انا عملته لا انتج معايا صحيح. هو عمل يعني من الجزء الفني اللي انا خدت بالي منه كمان عمليه ان ازاي قفشه جاب الجول. أيوة. الناس بتبص لها ان خطا دفاعي، هو خطا دفاعي لكن ده بيدل ان في كلام اتقال ان مروان محسن لما بيضغط على احد السرد باكين رقم 10 هو اللي يضغط على السرد باك الثاني اللي هو يحيى غلط. فهتلاحظ كمان في المباراه ان كان اوقات اول 10 دقائق ان مروان في جزء من المباراة يضغط على السرد باك وقفشه يضغط على السرد باك الثاني، والجون جه من نفسي. انا اعتقادي الشخصي ان ده التعليم او المعلومه اللي قالها موسيماني لقفشه، في حاله ان مروان بيضغط على السرد باك انت تروح تضغط على السرد باك الثاني فقطع منه الكوره. أيوة. نتيجه خطا وجاب جول، او في البوزيشن ده تتحط لك لعبه مظبوط مثلا، وبالتالي يعني عمليه الضغط من قدام ما كانتش لا هي صدفه ولا فكره ان لماح يعني قفشه. واضح ان اللعيبه امبارح التزمت تكتيكيا يا كابتن. ايوه استاذ عصام، يعني انا برضو اكد كلام حضرتك، هو الطبيعي قفشه بيلعب تحت مروان. ايوه، فعشان نتكلم برضو تكتيكيا والناس تفهم هو ايه اللي خلى قفشه يبقى جنب السيرباك دي، فدي تعليمه هو. لا هو قاعد في الفتره اللي هو سافر فيها يعني اشتغل عليها الفتره اللي هو خد فيها يومين تدريب في المغرب، تدريب ساعتين الا تلت على ده، تدريب ازاي تعمل الحاجات اللي هي عايزها في الدوسيه. بص الشغل يعني، هو راجل لما جه قال حاجه تفهم انه واحد جاي مش جاي كده انا جاي وخلاص، لا ده واحد عنده حاجه اجنده هيعوز يشتغل عليها. قال لك الاهلي بطل وبيكسب، بس لازم لما يكسب يلعب كوره. ايوه ده بالظبط، لما يكسب يلعب كوره. فلما تتكلم على كده يبقى هو الراجل عاوز يعمل حاجه، مش هتقول احنا اتفرجنا عليه مع صن داونز ونقول الكلام ده. لكن لما يكون عندك مدرب عنده ثقة وشخصية في مباريات ومواجهات كبيرة قدام الوداد، والله تيجي تقول للوداد مستوى كذا يعني ايه، الناس هي عمالة تتكلم عن الوداد ونسيت التطور اللي حصل للفرقة. يعني في فرقة واقفة. أيوة. فرقة برضو ما عندهاش الخبرة الأفريقية، عشان الناس تبقى فاهمة، الناس يا جماعة يعني ايه، في الأهلي اللي فازوا بالبطولة كانوا قاعدين بره، يعني هو كابتن احمد فتحي كان هو الاحتياط، لكن دول ما خدوش ايه دوري ابطال افريقيا. بالعكس لعيبه وداد اكتر. صح طبعا. انا بقول لحضرتك اهو يعني الخبرات، انت بتبقى ايه الجزئيه النفسيه، والمدرب لما يحترم قدرات اللعيبه اللي معاه ويعرف يطلع كل اللي جواه ويعرف يشتغل في الوقت الضيق والصعب ده اللي هو مفيش وقت، لو انت جبت احد قلت له انا عاوزك ونبي تعمل لي تاخد البطوله دي اقول لك لا انا اسف، لو جبت مدرب اجنبي يقول لك لا ما اقدرش انا ما اقدرش ديكور ما اقدرش مفيش حد يعني يبقى ايه، يبقى في ظلم. لكن تعالى ياخدها خطوه خطوه، يعني عملت خطوه في المغرب عندك خطوه في القاهره. بعد خطوه المغرب الراجل قال ايه، كان ابرز حاجه عجبتني فيه، احنا ما وصلناش المباراه النهائيه، انتوا فرحانين ليه؟ فعلا احنا يعني مش نفرح شويه، الفرحه حلوه جميله ان احنا يعني عاوز اقول ايه، الناس جماهير الاهلي كانت منتظره حاجه زي كده، منتظره اللقطه دي انها تطلع من حاله
برضو الفترة الأخيرة يعني في بداية الموسم كان في حاجة بعد كورونا فرقة يعني تعرضت كده الناس كانت قلقانة من مستوى الأداء يعني كنا بنكسب كونك انك انت توقفها على رجليها تدريجيا وتطلع الطلعة دي وهو اللقطة بتاعته اللي موضوع قفشة لو تلاحظ بعد ما اهدر ضربه الجزاء في ماتش بيراميدز طلع اتكلم عليه في المؤتمر الصحفي طبعا قال لك دافع عنه احسن لعيبه في العالم يعني ده برضو درس فكون الجاريه واللقطه ده دليل على انه في ارتباط مع الراجل صحيح راجل صحي وراجل واقف على رجليه في شغل واعتقد انه في شغل قد كده مره واثنين وثلاثه هيتعمل الفتره اللي جايه فرقه كده هتقفل عليها من بكره تركيز تام في المران الوداد مش هيجي يستسلم هنا يعني لا الوداد هيجي هيقاتل عنده خلي بالك الوداد مره عمل معنا نتيجه في القاهره 3-3 في بطوله عاوز اعتقد من 3-4 مواسم انا بقول لكم وعمل كان يعني فرقه تقيله فاعتقد هتيجي ده الدافع عنده ان هو عاوز يرد اعتباره وما عندوش حاجه يخسر هو ده الاهم ما عندوش حاجه يخسرها اصلا انت بتلعب واحد يعني واخد سكينه فعايز يمسك اي حد يموته معاه يا كابتن هاني يا استاذ عصام اللي هنتطرق له ان يمكن المباراه بنتيجتها 2-0 هو سلاح ذو حدين لو فريق قال لك كده كده انا ضمنت وبالتالي ممكن جدا يكون في نوع من التراخي ده اكيد مش هيكون موجود في لعيبه النادي الاهلي لكن السلاح الاكبر عمليه الريفنج او ان انا لازم اثبت ان انا لا انا فريق كويس وجاي وقادر استحق الكلام ده بالنسبه للوداد يعني ده ما هو ده الوداد اللي عايز ياكده وده واللي بدا بيه الراجل حواره المدير الفني بواضح ان هو كمان راجل اجريسيف يعني صحيح ده بندي يعني صحيح الجلاله خدته لكن واضح ان هو مدير فني اجريسيف عايز يقول لعيبته لا تراجع ولا استسلام احنا رايحين هناك هنعمل كل المستحيل مش بيقول لهم هنعمل كل اللي نقدر عليه وبالتالي لا النادي الاهلي ضمن منظومه فرحه الناس الجمهور يعني انه شايفين الفرقه رجعت تقاتل خلي بالك ان في شهرين ثلاثه لفايلر الموضوع ما كانش فارق معاه ده راجل بقى في الشهر العقاري مش في النادي الاهلي بيروح الشغل ويمشي من الشغل يعني عنده مواعيد وبالتالي ما كانش قادر ودي سهله قوي في النادي الاهلي يولد عند اللعيبه الحافز الثاني بعد الفوز بالدوري والاقتراب من مباراه قبل النهائي هو خلاص بيشتغل ويمشي مفيش عندنا مشكله هو يعني بالنسبه له وبالتالي الراجل ده جه اشتغل بقى كوره اللي لعيبه الاهلي واداره الاهلي متعوده عليه عشان كده الجمهور لما حضرتك تتابعه اكيد حضرتك بتتابعه كل الناس اللي مبسوطه وقابلت اللعيبه بالورود وكذا على عوده الروح انا مش بقول على 2-0 كان فاز الاهلي كثيرا بره لكن الاغلب الاهم بقى من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بتقول لا يا اخوانا مش الاهلي اللي يجي له ورد وهو ايه حط رجله اليمين في مباراه النهائي وبلاش كده حرصا على اللي حضرتك قلته كنجم كارو اللي قاله استاذ محمود كمتابع ومحلل واللي انا باكده لجمهور الاهلي العظيم لا الحكايه مش كده لكن برضو لازم نقول ان لعيبه الاهلي مش هي اللي نوصيها هي دي الوصايا العشره اوعى تاخد بالك انك عديت ونماذج كثيره من اول 3-3 لغايه 4-0 وتبقى 4-4 ما فيش مشكله وهناك مباريات كده لكن مش لعيبه الاهلي ومش مع موسيماني ومش بالتركيبه الحقيقه اللي شغال عليها مجلس اداره النادي الاهلي والمفوض بالشان الكروي محمود الخطيب ده كلام بالعلم اللي احنا بنهول ولا اي حاجه الخطوات محسوبه حتى المغامره ما بتوصلش للمقامرة لأنه العلم ما بيعترفش بالمقامرة وبالتالي المؤسسة الحمراء المغامرة بتبقى بشخصية يمكن لخبرتها المغامرة اللي هي ليه موسيماني لا وأنا قلتها مع حضرتك وما هواش مدرب الضرورة بالعكس هو نابه هو قدم نفسه وتقدم بين السطور أنه عاوز الشغلانة دي مش بس مستنى ما الدور يجي عليه مدربين كبار وأستاذ محمود وحضرتك كابتن عارفين كان ممكن يبقى قاعدين يوم المؤتمر ويقول جئت لأعمل وسنعمل أنا والأهلي ولكن صحيح. لا أحد يعد ولست أملك هذه العصا السحرية هو عمل لقطة يا أستاذ عصام امبارح عجبتني جدا على فكرة موسيماني تستحق ولك أنه مدرب صح إخراج أليو ديانج طبعا لسه هقول لك عليها شعر يعني عارف أنت قاعد بتفرج كل الناس هتقول يا عم طلعه
يا عم كفايه كده والراجل ادى دوره عشان لاحظ الحكم عشان لا لا هو عاوز اقول لك ما الحكم ده هو انا شايف ان الكره اصلا هي فاول بس لا تستحق الحكم عايز يخدم في واحده بعديها هرسه ستارز في رجل قفشه فينها انا تصورت وعلى فكره لابد ان نحترم بملاك الاثيوبي هو حكم رائع لولا انه مش بادي يا عيني زيهم كده هو يستحق الاول بجد لانه كلمه بخبرتنا كده كلمه ان في لعبه لان من ضمن البروتوكول اللي هي فكره الكارت الاحمر ده من ضمن البروتوكول كلمه عليها واضح انه قال له لا يعني لا. او ما راحش انما هو امبارح كان عايز يقول لصاحب الدار احنا في الخدمه يا فندم قهروا لاعبوا الاهلي ولم يستطع ايجاد لعبه يرتكز عليها بخلاف لعبه الشناوي العظيم ضربه الجزاء هنرجع للشناوي لكن منتهى الوهميه يعني لكنه طبعًا. في الاخر اهلا بخدمه صاحب الدار يعني ربنا سبحانه وتعالى ادى المجتهد على قدر اجتهاده وانت اجتهدت واشتغلت وربنا بنقول تاني ربنا يحمي محمد الشناوي يعني ربنا يحافظ عليه واقول انه انك انت خطيت خطوه مهمه جدا انك انت استرجعت الذاكره بتاعتك ذاكره البطل بقى الشخصيه انك تكسب بره تكسب بره باداء قوي رجولي واصرار وعنف وضرب يعني انا عجبني قفشه امبارح بيتضرب ويقوم يعني ايه ما بيستناش اصل أيوة. بص لازم تلاحظ الايه لعيبه الوداد ما بيستناكش عشان تقوم يلعب الكوره ده على طول انت واعي مالكش دعوه بيه يعني ما يعني دي السرعه انا عاوز اخلص فانت اتحطت الرتوش ورسم من الوداد مشوار اللقب الشكل واعتقد انه في شغل تاني كتير جدا هيتعمل هنا في القاهره مباراه الجمعه مباراه مهمه محتاجه مسانده قويه جدا محتاجه اللعيبه تصفي نفسها وتعرف انها تواجه فريق في منتهى الشراسه عنده طرفين شفنا اسماعيل حداد عامل ازاي عنده اكتر من لاعب خطير ما تتوقعش برضو عاوز اقول لك ايه يعني لازم تبقى راي يعني المباراه النتيجه 0-0 مش 2-0 انسى 2-0 انا معاك تماما لان انا اعتقد اي عمليه التحضير قبل المباراه كانت مهمه جدا وموسيماني على المستوى الفني ومعاك على المستوى الاداري كابتن سيد عبد الحفيظ ادوها بشكل اكتر من رائع بجانب طبعا وجود الكابتن محمود الخطيب اللي كان انا في اعتقادي كان ليه دافع معنوي كبير جدا وان الكابتن محمود الخطيب موجود معاهم وفي صور وهو واقف قريب منهم في التدريب يعني كان في دعم كده كبير جدا من الكابتن محمود الخطيب وانا في رايي يعني ان شاء الله هذا التركيز وهذا التحضير لابد ان يكون خلال الثلاث ايام اللي جايين استعدادا للشوط الثاني للمباراه طبعا فده مهم جدا واعتقد اللعيبه واصله له هتكلم معاك يا استاذ عصام على الثقة ما بين اللعيبة وما بين موسيماني يعني تغييره لأليو ديانج ونزول حمدي فتحي ده كمان بيديني إحساس إن أنا بثق في أي لعيب يعني أليو ديانج كان عامل مباراة رائعة طبعا المباراة اللي كانت قبل الذهاب كانت مباراة بيراميدز لكن كمان بيقول لحمدي فتحي لا أنا بثق فيك تماما انزل والعب لأن هو محتاجه كمان ممكن جدا يحتاجه في المباراة اللي جاية وبيحافظ كمان على او بيفكر في مباراه العوده ان قال ديانج ممكن جدا خلال المباراه ياخد طرد وبالتالي الثقه دي واضحه من خلال تعامل الفني من موسيماني مع اللعيبه يعني. الثقه دي اللعيبه بتوصل لها لما يلاقوا المدرب فير لما يلاقوا المدرب مزبوط. مهتم بالقائمه كامله مظبوط النجم يعني السوبر نجم هنقول ما هوش واخد حيز انتباهه كاملا لكن بيحمله مسؤولية أكتر من المواطن اللي هو بيعمل اللي عليه المواطن المجتهد هنسميها يعني وبالتالي الثقة دايما يا كابتن هاني بتبقى ثقة متبادلة إما أن يثق كلا الطرفين المدير الفني واللاعبين في بعضهم البعض أو بتلاقي بقى شوية بقى اللي بيروحوا واخدين جنبه والنواح ودي ما تفرقش بين بايرن ميونخ والنادي الأهلي ياخدوا جنبه ويحسوا بقهر ما حتى لو بنسب ضعيفة لكن المدرب الأكثر يعني تحرر واللي جاي يشتغل بأمانة الرجل الشديدة ما بيسيبش أي حاجة بينه وبين لعبته تبقى غامضة وعنده من الجرأة وحضرتك تقدر تأكد لنا ده إنه يقولك أنت ما بتلعبش ليه بس مش عشان يقولك وأنا أعمل لك إيه ما أنت ما بتشوطش لكن يقولك أنت هتشوط وأنت هتلعب وأنا مستني وعارف وإنك حالة الشحن يا كابتن صحيح. اللي بتؤدي في الآخر لعمل ما مش حماس والمصريين هم أو الأهلوية هم وبس الراجل عامل جسور ثقة هذا الرجل لا تنتظروا منه من هنا حتى التسعة يا أهلي لكن إن شاء الله باجتهاده
وتعبه والأخذ بالأسباب هو والتيم ومحمود الخطيب الذي ظلم كثيرا وطبعا نائبا عن مجلس الإدارة عموما وعن الجمعية لأن دول شركائه وعن الجمهور اللي حاطط ثقته فيه. لا الراجل ده انتظروه لما تكتمل العناصر لما يبقى عنده من كل حاجة إيه يعني اختيارين ودي عظمة الفرق الكبيرة وقد اعتادها النادي الاهلي وكل الكبار يعني بس احنا موضوعنا النادي الاهلي انه يبقى صحيح. عنده من كل حاجه اتنين. الراجل ده داخل على ما بعد فترات الراحه ان هنشوف كده واحد اللي بيحط الفاول بيشوط 50 فاول والتريكات اللي كنا بنشوفها معاكم زمان في الحاجات الكور الجانبيه ده يروح الفنتات اللي بتتعمل الهيدرز بيعمل له 50 هيدرز واللي بيعمل تاكلينج بيعمل له 100 تاكلينج. الراجل رايح على طموح ليه هو شخصيا مختلف لانه لقى النموذج اللي يطبق عليه. لا النادي الاهلي الاداره لا النادي الاهلي الامكانيات لا النادي الاهلي الجماهيريه والخامه اللعيبه صحيح. الموجودين والاضافات اللي النادي شغال عليها ان شاء الله. من اسباب فوزنا في مباراه امبارح عده اسباب يعني حضرتك ايه رايك في النقاط الحاسمه في وقت المباراه اذا كان طبعا هدف طبعا أفشى أو طبعا ضربة جزاء الضيعة من الوداد. حضرتك شايف في نقاط أخرى ولا دول كانوا فعلا أهم نقاط موجودة في مباراة الوداد والأهلي امبارح؟ بص حضرتك هي طبعا الهدف المبكر في أول ثلاث دقايق ده كان بالنسبة يعني نطيت أنت طبعا أول ما جيت أنا نطيت عن نفسي نطيت من على الكرسي يعني عايز أقول لك إنه إيه الهدف كان بمثابة الثقة مش كمان للعيبه الكل بيتفرجوا يعني اداك ثقه كبيره جدا لا في حاجه هتتعمل في مفاجاه. الناس التركيز من جانب الجمهور الاهلاوي او الناس المتابعه كانت عاوز متوقعه تشوف الاهلي شكله ايه مع الوداد يعني ايه برضو الناس منتظره وعندها يعني امنيات واحلام ان الفريق يرجع لغايه انت بعد 2017 مستوى بدا افريقيا بدا مش هو المستوى يعني بعد 2017 ما خسر الاهلي النهائي برضو قدام الوداد وكان أدى مباراة النجم الساحلي لما فاز الأهلي على النجم الساحلي 6-2 خسر الأهلي اللقب لما فاز عليه 6-2 في النتيجة الضجة الكبيرة جدا صحيح والفرحة تعمل. المبالغة وخروج وقتها الجهاز الفني لما يعني عايز أقول لك إيه الأجواء يعني اتفتحت بصورة أدت إنه إيه لما جيت لعبت الوداد في المباراة النهائية في برج العرب أهدر الأهلي في أول ربع ساعة في هذه المباراة سبع أهداف في منطقة السكس يارد كانت غريبه جدا ردت عليك بايه انك انت بتاع الماتش 1-1 ورحت هناك بقى في المغرب الماتش بقى اتحزم بالطريقه اللي انت عارفها وبكاري جسام عشان كده موسيماني كمان في المؤتمر قال لك كان نفسنا نجيب 3 4 اجوال اخرى اهم هو قال من حقه لان هو ما خلاص هو متمرس وعارف ابن بلد يعني عارف الحد. فانا عاوز اقول لك ايه الهدف توقيت الهدف مبكر التوقيت ضربه الجزاء والتوفيق دي من العوامل بتديك ثقه. شوف انت أكيد. صوت اللعيبه من غير المعلق هما بيقولوا له يا ولد ساعات ما يش النوي طبعا بس نقصد يا ولد ده. شوف انت ياسر ابراهيم وهو بينام على صحيح. على يعني عاوز اقول لك ايه الفولو اللي عمله وطلع الفولو اللي عمله طبعا ما انا بقول لك اهو يعني دي من الحاجات ثانيين الحاله البدنيه الحاله البدنيه الفوقان اللي كان فيه اللعيبه كان شيء مهم جدا. الثقه اللي خدها محمد هاني بيلعب على اسرع جناح يعني اسماعيل حداد لعيب راح هناك وجاله هنا يعني ايه قعد يبدل على الطرفين علي معلول كان يعني مش عاوز اتكلم ونسسني الجميع كان حاضر بقوه في هذه المباراه. فمع الهدف المبكر مع ضربه الجزاء وصدها ده برضو ادى ثقه وادى اصرار من الداخل. كمان اجاي لما فاق عمل ضربه الجزاء خلاص الماتش انتهى هو كان عنده رغبة انه يبقى النتيجة 3 تبقى 4 خلاص اجي هنا العب براحتي اخفف الضغط عليا. لكن هي دي الكورة المباراة شوط انتهى الشوط الثاني صعب مش سهل اكيد هو مدرب كبير متمرس في افريقيا وعارف كل الحواديت والقصص اكيد هيركز هيقفل على فرقته هيبقى تفكيره فين. الناس ما تدوش تتكلم على المباراة النهائية يا جماعة المباراة النهائية دي هيبقى لها ظروفها هي مباراة واحدة فخلاص خليك في هي دي المباراة النهائية بالنسبة لك المباراة النهائية طبعا بنبارك لجماهير نادي الزمالك ونادي الزمالك فوزوا على الرجاء 1-0 لسه اعتقد المباراة منتهية من دقايق 1-0 لصالح نادي الزمالك نقول مبروك.
مبروك لنادي الزمالك، ممثل طبعا الممثل الثاني او الطرف الثاني الممثل لمصر في البطوله، نقول له مبروك وان شاء الله بالتوفيق في مباراه العوده. نتمنى نهائي بقى، لان مش احنا اللعيبه ولا الجهاز. نهائي مصري يعني، نهائي مصري. انا قلت كده على صفحتي، اتمنى يعني نهائي مصري وده هيبقى شيء كويس. الضوء بقى على مصر وعلى استاد القاهره العظيم إن شاء الله، وعلى بلد المقر على فكره في سنه يعني المئويه للاتحاد المصري، واللي بنتمنى ان يبقى فيه بقى لوائح وفي تحديث وحاجات كتير. عايز بس اقول لحضرتك ان الراجل موسيماني كمان في موضوع ديانج حمى لاعبه وما كانش عاوز يبين ان انا ممكن العب مدافع بعد هدف ولا حتى بعد ضربه جزاء علي معلول، عايز يبين ان الاهلي الكبير سيظل لعبه بلعبه زي البينج بونج يعني، ما الكوره بتبقى عامله زي لعبه ضربه وضربه ومين اللي يخلص البونت يعني، واضاف الكثير والكثير لاداء لاعبيه. حتى محمد هاني خبراء بقى، مش هقول بقى محللين زي انا وصديق العزيز محمود صبري، لا خبراء يا عم، قال لك احمد فتحي واكثر خبره، هو خد بالاقوم السريع الشاب اللي مش هيقلق لو الراجل عمل عليه فنت واسماعيل حداد، وهو معروف انه ليه كده طريقه اللي بيهز بيها الباك واللي تتعمل في اي حد. هناك فرق انك انت تكون احمد فتحي بخبرتك وكبرتك وتكون راجل عايز تقدم نفسك ها والمستقبل بتاعك انت، وهذا لا يقلل من احمد فتحي لانه كان حاطه مع رصيده في بنك الاحتياط انه يحتاجه في اي وقت في اي مكان، لكنه اختار انه يلاعب الشاب. وعشان كده هاني بعد اول 7-8 دقايق تماسك بعد الفنتين ثلاثه وقال للحداوه بقى لا ده انا اللي مش هخليك ايه تيجي هنا هايل يعني، ده دور هايل كان عليه مواجهه سريع ويمكن وخلي بالك مش اصل الناس برضو فاهمه ان هو يعني ما اكيد اكيد المهاجم هيتفوق مره، هيتفوق مره لازم انت عندك 90 دقيقه. لا طبعا انا اعتقد ان هاني زي كل اللعيبه بصراحه ادوا بشكل اكتر من رائع. طب من هنا هسال حضرتك، انت شايف مين فعلا السوبر ستار في المباراه ديت؟ مين النجوم اللي كانوا لامعين في النادي الاهلي مباراه الوداد؟ يعني عاوز اقول لك الاهلي هو اللي لمع، الاهلي كتيم مثل الاهلي على مدار تاريخه انه ما عندوش نجم، الكل في واحد، الكل بيزف في الواحد هو اسم الاهلي، وده دايما بيجي من قدر يعني من اقدار الله يعني الله يعني لانه بيجيب مدربين مراكبين على نفس الشخصيه. يعني لما جه مانويل اصل الجزئيه دي صحيح. انه النجم عنده هو الفريق، مفيش حد بيتكلم وحده، وده مصدر القوه ومصدر، ما دام انت يجي من سمعني على نفس الكلام ويقول لك النجم عند الفريق فتلقى الدنيا ماشيه معاك. انت بتمر بظروف صعبه، اصابات مختلفه وخاصه في جزئيه في مكان واحد، يعني انت عندك مشكله في خط الدفاع وانا مش عاوز نرجع نتكلم فيها لانه الكلام فيها يبقى بعد بطوله افريقيا، يعني ايه الكلام على مين اللي يتحمل من الكلام ده ملوش يعني مش عاوزين نقول دلوقتي. بصراحه الولاد بيقدوا بشكل لكن رائع يعني بص كونك انت توقفهم يعني بص كونك انت بص توقفهم على رجليهم وتديهم الثقه. يعني ايمن اشرف امبارح عمل واحده من افضل مبارياته ماشي، خلاص بقى بيروح بالكوره وانا بقول لك عنده ياخد واحد كده تغريده. ياسر ابراهيم نفس الشيء، رغم انه ايه محتاج برضه ياخد ثقه اكتر من كده. محمد هاني، فانا عاوز اقول لك التيم ككل كان في حالته، كان في حاله فيها تركيز، في حفاظ على كل كوره ما بيفرطش فيها، انك انت تجيب جول والتاني وتجي عليك ضربات جزاء وما تهتزش ويبقى عندك ثقه، كل دي برضه من الحاجات بيقول لك شخصيه البطل، شخصيه الفريق ان هو متماسك. واحنا قلنا لو افتكر حضرتك اتكلمنا قلنا ايه بيراميدز كانت تجربه كويسه كانت ايه صح تجربه مزمونات. كويسه اتلعب فيها قوه واصرار ورغم كده وضربه جزاء ضيعه والقائم وعليك كره في القائم، لكن ايه كان ماتش بالنسبه له هو فكر فيه. ولما راح هناك بيشتغل هو لما راح المغرب وقفل القفله دي حتى الناس الزملاء الاعلاميين كانوا مرافقين للبعثه ممنوع حتى يعمل لك وس يقول لك ايه اللي بيحصل في الملعب، ايه التدريب عامل ايه، يعني الدنيا كانت مقفوله وكان في حاله من فرد تركيز عالي جدا فالحديث عشان اتكلم لا هو الفرقه كلها ادت اللي عليها، اللعيبه تلاحظ انه في ترابط لو بدات من الشناوي لغايه مروان عمل مجهود كبير جدا، وناس كثيره كانت متوقع انه مروان مفاجاه بالنسبه يعني شوف المدرب يعني مثلا لو جاب حط بادجي مثلا كان هيتعب في في في, في الماتش رغم انه ناس كانت نفسها، لكن ايه مروان كان بيعمل دور تاني. ما هو ده اللي انا اتكلم فيه واروح بس للاستاذ عصام في الحته ديت، انه كان كمان
كان في بعض الناس او يعني احنا كنا بنتناقش مع بعض النجوم يقول لك لا وارد جدا يلعب بثلاثه في نص الملعب اذا كان ديانج وعمرو السوليه وحمدي فتحي عشان يامن نص الملعب. أيوة. في وجهه نظر ثانيه يقول لك هو بيحافظ شويه على الشكل الفرقه اللي متعود يلعب عليه 4-2-3-1، كان في اختلاف طب يبدا بمروان ولا يبدا ببادجي. فكل الامور ديت بصراحه وانت برضو اشرحها لي يا استاذ عصام، موسيماني حلها الحل الامثل ولا كان ممكن فعلا يبدا بجزئيه انه يلعب ثلاثه في نص الملعب او يبدا ببادجي في بعض الاوقات كان محتاج سرعات قدام؟ لا هو حلها الحل الامثل لانه مش الاهلي اللي يبان حتى في السكور شيت انه ثلاث ديفندرات صافي، حتى لو حمدي لعيب والسلاق اصل كلهم كمان ما شاء الله، وجا فتره الصمت الانتخابي بتاعت فايلر دي انه ما بيتكلمش كتير بقوا يطلعوا فيعرضوا الديفنس شغلهم صحيح يطلعوا يعني عايزين يجيب لانه ما شاء الله لعيبه كوره برضه صحيح. لكن ما هماش ايه اللي بيعرفوا يلعبوا تحت الفيرون زي قفشه مثلا اللي هي صنعته كارو بالبلد يعني. وبالتالي لا هو الراجل خد بالامثل زي ما حضرتك توقعت ولعب بمروان وبالتالي لعب بقفشه، فيبقى عنده مروان بيعرف يقفل على السرد باكين. كانت فكره بادجي حسب تحليلي وبعض اللي اتكلموا فيها انه يستعين بيه بقى مش بادجي المهاجم، لا بادجي اللي لما يبقى علينا كرانر وعرضيات يرجع مع الطوال الحداوي والتاني مش فاكر اسمه ايه، فيه اسماعيل الحداوي اسماعيل لا في فيرو الطويل تاني كده كاسينجو ايوه يعني يرجع معاهم يعني. فالراجل قال لا طب وانا بدل ما ابقى كل همي ان انا الكره اللي هتبقى راح البادجي محتاجه سرعات، لا انا محتاج العب زي ما الوداد هيلعب يعني على قد ما فهمت يعني. وبالتالي دانت لي الكره لانه فعلا لعبها صح جدا مع الاخذ في الاعتبار انه لعب الراجل شطرنج يعني، كل حد بيحط قطعه التاني بيحط قطعه بعد ما الماتش ابتدى، وده اللي خلاك لما تدور على نجم تلاقي فعلا قناعه اللعيبه بالتكتيك قربت النجوميه بينهم جميعا، فبقى النجم هو الاداء. لكن امبارح علي معلول الشناوي طبعا، لان الشناوي بالنسبه لي الشناوي طبعا مش نجوميه ماتش بقى أيوه. عندنا حارس عالمي ومحدش يزعل مني والله بالمقاييس اللي بنشوفها في النشره، اللي هو حتى الكور اللي بيروح لها عند العرض لو خلاص مفيش داعي بقى يلمسها والكلام ده فتبقى كورنر مجددا، احساس بالمكان بيروح بصباعه. الله يرحمه كابتن ثابت البطل انا شفته في ماتش كان بيصد وبيزعل السردباكات مطلع كره من المقص، اللي هي فكره الخبرات المتعاصمه يعني. وبالتالي قفشه لا في نجوم فوق العاده صحيح. اكبر مش اكبروا التيم لانه مش عايز يعني كبروا اداء التيم. ايه اكتر حاجه عجبتك في قفشه بالذات يعني؟ انا برضه هاخد ونتناقش كلنا مع بعض اللي عجبني في قفشه. شكل قفشه ايه بالظبط اللي عجبك؟ ثلاث ماتشات بالظبط اتطور من اللعيب اللي هدفه انتاع الناس للعيب اللي هدفه ان المتعه تبقى المكسب وان الكره تحكي مهاراته اكتر ما يحاول ينفذها بنفسه يعني، بدل ترقيصه والثانيه يبقى واحده وسرو، والسرو ده لوحده فن، في لعبه بينيه بتخلي الناس تقول اه يعني. وبالتالي ده تطور يبين ان قفشه ممكن يبقى نجم فوق العاده في المركز ده يعني. انا يعني انا بايدك تماما. وفي نقطه كمان انا شفتها في قفشه انه عنده نوع من الهدوء في استلام الكوره والخروج من منطقه الضغط بشكل كبير يعني منطقه الضغط اللي هو بيستلم بهدوء جدا وعنده كنترول عالي، ده بيدل ان عنده ثقه في نفسه يعني. كمان في مواقف صعبه جدا تلاقي الكره صعبه بيوقفها بشكل كويس ويبدا يخرج من منطقه الضغط اللي هو قبل ما يتلم عليه 2-3، لا هو بيخرج بشكل سلس جدا. والرؤيه اللي انا كمان عجبتني جدا اللي هو الانطلاق من يعني عنده كمان دلوقتي لا. لازم يتعلم انه يروح يجيب جول يعني. قفشه دايما اسيست كويس لكن كمان لازم يخش ويجيب. اداله تريك كابتن هاني يعني، الراجل حسن رأى فيه سيريني اللي هو بتاع سان داونز، هو عاشق الجزئيه دي، عاشق اللاعب ده رقم 10. الاهلي بيدور على رقم 10، هو الراجل اللي يعمل الاسيست ويعرف يعني بيدور الجول. بيدور على رقم 10. انت بتدور على رقم 10 من امتى عشان نكون واقعيين؟ بعد عبد الله السعيد طبعا. من بعد عبد الله السعيد ما مشي، كان دوره ايه؟ لو تلاحظ الاهلي في الفتره اللي بعد ابو تريكه عبد الله السعيد قعد فتره ما ظهرش، ظهر بعد سنه يعني ايه، خد فتره في اكتر مش خد فتره سنه وشويه بالزبط. مش قادر يشيل، قال كده مش قادر اشيل طبعا، لكن بعد كده
كانت مثل الاهلي في جزئيه حاجه واحده جدا بتميزه على اي حد، قدره الفريق على تدوير الكوره بسرعه، وعمل تركيبات هجوميه مفاجاه للمنافس بتوقع بيه ما يعرفش يتعامل معاه ازاي. هو الراجل لانه لاعب لانه كوير وبيحب الكوره على الارض، شايف في ده بيديله امل انه ممكن يعمل له دي مع الارجواياني سيرين، نفس الطريقه نفس الجسم نفس الخفه نفس السرعه، فحط امله في كله انه هو ازاي ياخد قفشه وخده في حضنه. تعالى بقى ليه لغايه ما نشوف سكه مع صندوق هيدينا الراجل الثاني ولا مش هيدينا لنا؟ هو الراجل هيدينا الراجل الثاني. اعتقد النادي الاهلي احتياجات طرف سريع، يعني احنا دلوقتي كان عندنا اطراف، يعني عندنا حسين ماشي سرعته معقوله، اجاي معقول، لكن احنا محتاجين فعلا لا مهاره، عاوز انت حد يعمل لك السرعات، ما انا بقى كمان سرعات، ما هو اكتر من كده شويه. فهو نظري هو الراجل، انت تعرف انه امبارح استنى شويه عشان طاهر محمد طاهر واللعيبه اللي انت عارف انه امبارح يا كابتن ايه، انت عارف انه امبارح ده افضل ماتش لعبه قفشه من يوم ما لعب كوره، افضل ماتش بالمقاييس الجديده بكل المقاييس امبارح. عارف ليه اقول لك افضل ماتش ليه؟ افضل ماتشات، عارف ايه؟ لانه لعب تحت ضغط واداء في عنف، وصل لمرحله الضرب ماشي بصوره او باخرى تحت يعني الحكم كان شاهد بعيونه ماشي وشاف اللي اتعمل، لكن ما استسلمش. يعني ايه؟ تحس انك انت بتعافر مع عفريت كده، يعني ايه يتخبط ويقوم ويجري ما استسلمش. دي نقله، دي يعني عاوز اقول لك ايه، دي حاجه كانت ناقصه في الاهلي، انت بتحسنها بتدورها بتدور على الافضل فيه. واعتقد انه هيبقى في الماتشين الجايين باذن الله، يعني ان شاء الله الماتش الجاي العوده ان شاء الله المباراه النهائيه اكيد قفشه هيبقى افضل من كده، يعني اكيد الشغل اللي هيتعمل في اللعب ازاي يعني الهجمه المرتده هيبقى في شغل من الراجل عليه. الراجل مش هيعمل لك يفتح الفرقه وهاجم، لا هيبقى عامل هيبقى في سيستم، في شغل، في عمل، هينافس تقريبا نفس الطريقه ونفس الافراد. يعني ده بدري شويه ان احنا نتكلم فيه، لكن المباراه اللي جايه ان شاء الله يوم الجمعه، تفتكر موسيماني هيشتغل نفس الشغل بنفس اللعيبه اللي بدا بيها مباراه الذهاب؟ غالبا ما عدا لو بعض الناس عايزه تاخد نفسها، يعني لو قفشه ربنا ربي يعني يجيبها سليمه، فكره انه شويه عنده شويه اجهاد في عضلته مجهده، لان فكره يعني في الضلوع يعني كدمه ان شاء الله دي سهله. هو راجل على راي محمود بشكله الجديد ما شاء الله بقينا بنشوف نموذج رائع يعني، لكن ممكن يريح حد ويلعب زي ما انت قلت، هو بيثق في التيم كاملا يعني، انما هو الراجل خلاص بقى دي ادارته للمباريات هتبقى فيها لعب كره قدم حقيقيه يعني، مش هيقلق. ما اعتقدش ان مع موسيماني هتقول الهجمه المرتده، لا هيبقى الهجوم المضاد هو يعني، وانت طبعا حضرتك متاكد انه في فرق بين الاثنين، هو عنده البيلدنج اب كويس قوي، بيحب يطلع من تحت بالظبط، مش الهجمه المرتده بقى بتاعت الفرق اللي هي عظيمه وكل حاجه، بس اللي هي عارفه ان انا مش قد التاني فبتستنى اما تروح واخدها واحده، لا هيبقى عنده فكره الهجوم المضاد، يعني اللي هو فكره ازاي اخد الكوره اللي هي الثانيه زي ما بتسموها، يعني استرد الكوره، وازاي اعمل الهجمه المضاده بالاجنحه اللي محمود قال عليها والسرعات دي، وتطوير اداء البعض في الناس اللي هتبقى حرفيين من نص ملعب النادي الاهلي بجانب الاستحواذ. يا استاذ عصام كمان الاستحواذ النادي الاهلي امبارح حتى الاستحواذ كان اعلى كتير جدا فترات، وصل 59 بعد 40 دقيقه 59%، وده مش رقم يعني مش كم فرصه ضيعتهم امبارح يا كابتن؟ ما هي بقى ما دي انا يعني نتكلم برضو الحاجات اللي ممكن نطلعها نيجاتيف او الحاجات السلبيه في مباراه امبارح، رغم الاداء كويس والنتيجه ممتازه، لكن كمان لازم نشوف اخطائنا كانت فين. حلو الكلام، هو ده الكلام اللي حضرتك اللي بيبقى محتاج، انه اكيد هو الراجل فاهم وعارف حجم وطالع واضح، وانت لو تشوف تعبيرات وشه بعد المباراه متضايق جدا منفعل، حتى كان حد بيكلمه مش هقول له عمل له كده، حد بيكلمه على تغيير ولا ايه، قالوا ما حدش يتدخل ما حدش يكلمني، هو كان عاوز يريح نفسه ويشيل الضغوط من على فرقته ويبقى تفكيره هادي ويلعب مباراه ضامن نتيجتها. لكن لما تبقى في المباريات دايما الفرق الكبيره واللاعيبه الكبيره في المباريات الكبيره بتبقى تستفيد من ربع فرصه، يعني ما فيش معلش طبعا في توفيق عدم توفيق ده احنا مؤمنين بيه هذا الكلام، لكن في المباريات اللي زي دي ما عادش في فرصه، ما حدش يستناك، لا مدرب ولا زمايلك ومجهودهم ولا الجمهور اللي بره منتظر،
يعني ما عادش لا خلاص لازم زي ما انا قلت لحضرتك كده قبل كده قبل الماتش، قلت لك التركيز والتفاصيل الصغيره والحاجات الصغيره بتبقى كورنر، بتبقى كره ثابته، بتبقى تمريره عرضيه، في قدرات، فرصه انفراد، في قدرات على طول. نتكلم على مثلا يعني انا اسالك سؤال مثلاً. شفت انت ماتش ايفرتون وليفربول بتاع 2-2 و3-2 والجون الضجه المعموله على الهدف المرمى، الهدف سليم 100%. طب شفت اللعب بتاع ايفرتون وهو بيجيب الجول التعادل؟ شفت قفز ازاي؟ تعرف انه رجليه كانت متوسط يعني اقل من كتف المدافع. صحيح. يعني عاوز اقول لك ايه، دي الفرق في انك انت في لعيبه ممكن بتديك الفرق بان هي تزود نفسها وتشتغل وتطور. انت الفرص دي لازم هيبقى ليه الراجل، اعتقد انه هيبقى فيها حساب، من المساله مش هتمر كده، هيبقى فيها نقاش، بس بقى الشغل المحترف، شغل يعني اللي يعرف ازاي يطلع منك اللي جواك، مش هيقلل. بدليل انه لما اللقطه عجبني اول هو اتكلم على قفشه بعد ضربه الجزاء، يعني فكرني بمانويل يعني في اللقطات دي، الحاجات النفسيه بيعرف يطلع. فاعتقد انه الحاجات دي الصغيره دي هتبقى مسار، لانك عاوز تاخد بطوله افريقيا ان شاء الله باذن الله تعالى. لازم تفاصيل الصغيره، لازم يبقى عندك ميزه في حاجه انت تعرف تتفوق فيها، لازم لما تجيلك فرصه مش هتيجي تاني، خلاص فرصه واحده. انت عملت المرتده 10 على 10 زي مالك كتاب، يعني 100 100، لكن لازم تخلص، ما تنتظرش هدايا اخرى، هي مره واحده بتجيلك. هي وكمان احنا داخلين على مباريات، مش كل مباراه هتجيلك الفرصه، مش هتجيلك الفرصه ده، هي مش كل مباراه هتسنح ليك انك تكون عندك بس كده كابتن. خلاص النهائي اللي اعتقد المصري، النهائي يعني قرب عن النهائي مصري وهيبقى نهائي تاريخي. هو محمود رصد حاجة مهمة فعلا، لازم، اصل مش معقول انا شغلتي ان انا فرود واما اروح للجون ابقى مش واخد بالي من المقاسات، يعني من بدري اروح في زاوية ولا اعملها تشيب ولا اعمل ايه بالظبط؟ مش ممكن اللي قاعد بيتفرج عارف وحضرتك مش عارف بلا زعل. احنا اتكلمنا انه في بعض السلبيات، لو انت بقى عملتها وطلع الجون استك زي بيل انطوان زمان عملها مع كابتن فاروق جعفر في ماتش، راح حطيتها فوق الراجل، لازم الاجوان لازم تنزل يا كابتن هاني، معروفه الف به يعني، والراجل طلع تاني خلاص بقى ده كده سوبر. لكن الامانه يعني الحاجات دي اعتقد هي اللي كانت مزعلاه شويه محمود راصد الماتش ما شاء الله بالثانيه، وبالتالي هيشتغل عليها، واحنا اتفقنا انه هيبقى عنده، هو عايز وقت بس اللعيبه تبقى واخده نفسها يشتغل على الحاجات الفرديه. ده صحيح. ازاي لما تروح للجون مش ما تتخضش، دي لعيبه النادي الاهلي، تخض ده لما يبقى جديد ولا حاجه، عايزه تمرين، عايزه الحرفيه وعايزه كمان تدريب. يعني انا بتكلم بكل امانه لو بنتكلم على سلبيات، يعني انا بتكلم حسين الشحات من اللعيبه المميزه جدا، لكن انا حسين صاحبي وحبيبي وكل حاجه، لكن في حاجات لازم يشتغل عليها افضل، يعني بالنسبه له لازم يشتغل على اسيست اكتر شويه. القرار الاخير عايز شغل شويه بالظبط، الانفرادات عايزه شغل شويه، لانه طالما انت بتروح بتوصل لهذه الجزئيه وبتنفرد يبقى انت لعيب كويس جداً. يبقى انت توصل بشكل كويس، يعني انهي بقى، خلص انهي بقى بشكل افضل. هي دي الحاجات بقى اللي الراجل وهو بيسجلها، يمكن زي ما الاستاذ محمود قال كان متضايق منها، لكن هينتصر عليها لان اللي معاه خامه عاليه قوي، معاه زي ما انت قلت شحات اللي بيروح وثقه فيه، ثقه فيه وثقه فيه، لعيب هايل. الباقي بقى شويه التفاصيل دول اللي بالممارسه يا كابتن هاني اللي بيسموها التدريب، يعني ان شاء الله باذن الله هذه التفاصيل الصغيره ان شاء الله تبقى موجوده ان شاء الله في المباراه النهائيه. احنا اتفقنا ان شاء الله لسه ما وصلناش للمباراه النهائيه، ان شاء الله عندنا شوط تاني يوم الجمعه، ربنا يوفق النادي الاهلي. وتاني بنقول مبروك لنادي الزمالك فوزه النهارده على الرجاء 1-0، مهم جدا على فكره. طبعا مهم جدا، الف مبروك. ودي نهايه فقرتنا طبعا مع ضيوفنا الكرام اللي دايما بينورونا، شكرا استاذ محمود، شكرا جزيلا استاذ عصام، شكرا جزيلا، شكرا ان شاء الله نتواجد معاكم ان شاء الله بقى، ونجيب الكاس هنا في وسط الترابيزه ان شاء الله باذن الله. طبعا فاصل، وبعد الفاصل معانا طبعا النجم، نجم النادي الاهلي محمد جوده، بعد هذا الفاصل اتفضل. مرة تانية برحب بحضراتكم، معانا واحد من اللعيبة الموهوبين بقاله فترة غايب عن قناة الأهلي، وعلشان كده قلنا لازم يكون معانا في مناسبة زي دي في بيت كل الأهلوية، البيت الكبير. معانا ومنورنا النهاردة كابتن محمد جودة اللي برحب بيه، وعمل الحقيقة النهاردة لقطة حلوة قوي بالتيشيرت اللي حضر بيه النهاردة بيته، البيت الكبير. أهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك، برحب بحضرتك طبعا وكابتن هاني طبعا، ربنا يخليك حبيبي. أهلا طبعا منورنا، ربنا يخليك. إن
تيشيرت النادي الاهلي اللي كسبنا امبارح. قلت برضه البس كان نفسك تكون امبارح في الملعب. لا انا كده كده يعني واحد من الجمهور قبل اي حاجه يعني، فعشان كده يعني حبيت اجي يعني بالتيشيرت. لا نورتنا طبعا ومشرف بيتك البيت الكبير. وقول لنا بقى انت فين مختفي يعني، وعايزين نعرف اخبارك انت فين دلوقتي. لا انا موجود، انا من يعني من اول ما بطلت دربت على طول في نادي طلائع الجيش، دربت سنه في قطاع الناشئين، بعد كده من 2014 ل 2019 لاول موسم ده بس كنت موجود مع الفريق الاول ما بين مدرب. ما كنت موجود مع الاجهزه الفنيه باختلاف بقى المديرين، كابتن محمد حلمي، كابتن طارق يحيى، كابتن احمد سامي، كابتن احمد العجوز، لوك ايميل البلجيكي، كابتن حسن شحاته فتره، يا رب ما اكونش نسيت حد الفتره دي كلها. جه راجل برازيلي اول موسم اللي قعد شويه كده كان معاه الجهاز بتاعه فمشيت، ودلوقتي موجود في نادي الانتاج الحربي. ليلة سعيدة امبارح كلنا عشناها امبارح، كل الأهلوية والناس اللي فرحت لنا طبعا لما يعني لاعبتنا كانوا في الملعب بأدائهم القوي والمستوى الجيد اللي ظهروا بيه امبارح. شفت امبارح المباراة ازاي؟ تقيمها لنا ازاي امبارح؟ يعني طبعا في البداية طبعا يعني لو اتكلمنا على المباراة بالذات يعني بحب أشيد جدا مبدئيا بمحمد الشناوي اللي هو الشنبي. اللي هو صد ضربه الجزاء دي كانت نقطه تحول طبعا، حضرتك عارف كابتن هاني، من 1-1 من 1-0 ل 1-1 ممكن المباراه من المباراه يعني مباراه ثانيه خالص يعني. وبرده بالمدرب بتاعه برده ميشيل يانكون برده لازم اشيد بيه، مدرب حراس المرمى. مدرب حراس المرمى طبعا عامل فرق كبير جدا يعني، يمكن محمد الشناوي احسن لاعب في مصر السنه دي ومان اوف ذا ماتش النهارده يعني في مباراه امبارح، ورابع ضربه جزاء على التوالي يصدها، ف يعني كان قائد للفريق وهو فعلا كان نقطه تحول يعني. صحيح. بجانب طبعا كل اللعيبه برضو المدير الفني طبعا الجديد طبعا كابتن هاني عارف ما نقدرش نحكم على مدير فني مش اقل من 10 مباريات، ولكن بيبقى فيه انطباعات وملامح. الانطباعات والملامح موجوده، الكره الجميله هو من احنا عارفينه من هو في سان داونز مستر موسيماني بيحب الكره الجميله، يمكن برضو في بصمات واضحه جدا، يمكن مستر فايلر كان بيلعب ضغط متقدم يعني، اما يجي مدير فني ويغير طريقه او اسلوب بتحتاج وقت، تحتاج وقت كبير، ده قدر في وقت قصير جدا يغيرها، بيلعب الكره الجميله طبعا كابتن هاني، بيعمل انتشار جيد في الملعب، بيلعب تقريبا يا كابتن هاني المهاجم الصريح بس هو اللي بيبقى قدام، التسع لعيبه بيبقوا تحت الكوره يعني، في حاجات فنيه كده قدر بتتكلم على الحاله الدفاعيه لما بيكونش معانا الكوره بيبقى مروان لوحده ويبقى تحت الكوره، تقريبا التسعه تحت الكوره. وشفنا امبارح وانت برضو تشاركني الراي ان هو كان يعني كنا بنتكلم قبل المباراه وبسال بعض اللعيبه وبعض النقاد لو فعلا من الممكن انه يبقى في مفاجاه شويه لفريق الوداد ونحن اول 5 دقائق نعمل ضغط عالي من قدام، فيعني البعض قال وبعض قال لا، ف ان قفشه يروح على سيرد باك ويضغط عليه في المنطقه ديت دي تعليمات مدرب اكيد ان قفشه بيروح في الجزئيه دي، احنا عارفين قفشه دايما تحت مروان تمام، لكن مروان راح على سيرد باك والكره اتلعبت للسيرد باك الثاني، فقفشه بتعليمات اكيد ودي اتمرنوا عليها انه يضغط على السرد باك الثاني خلاه يغلط ويحرز هدف، فدي كلها بتبين ان كان في شغل فني اتعمل. اكيد في طبعا، ما انا بقول لحضرتك يا كابتن هاني في ملامح وانطباعات، احنا مش عايزين نحكم الحكم اللي ممكن ياثر عليه هو بعد كده، احنا ممكن مش عايز نقعد تحت ضغط بالظبط، احنا ممكن نقعد نقول اشعار فيه وكده وبعد كده مثلا نتفاجئ ان في دروب او حاجه نرجع نقول تاني. صحيح. انا بتكلم في الطبيعي ان مش اقل من 10 مباريات عشان احكم على مدرب، ولكن في ملامح وانطباعات جيده جدا جدا، وخصوصا ان احنا عندنا يعني عارفينه من قبل كده يعني من هو في سان داونز عارفينه بيحب الكره على الارض، الكره البرازيليه حتى اغلب لاعبي سان داونز كنت تلاقيهم قصير يعني ما عندوش مشكله في الاطواق. لعيبه مهاريه يعني لعيبه مهاريه جدا ما عنده يعني، فبيبدا الهجمه من ورا بيلعب كوره، فاعتقد الانطباع الاولاني عنه او الملامح لشخصيه المدير الفني ظهرت بصوره كبيره جدا، يمكن رابع ماتش ليه، لعب 3 مباريات فقط في الدوري وده الماتش الرابع، فاعتقد يعني حاجه كويسه جدا اللي وصل له ده، وشخصيه النادي الاهلي برده رجعت معاه تاني، الفوز خارج الملعب وخصوصا في افريقيا وخصوصا في المغرب، حضرتك طبعا يا كابتن هاني لعبت في المغرب واحنا لعب الزومه بس بتاعه الجماهير دي يعني يمكن عايز اقول ان اللعيبه يعني محظوظه ومش يعني مش قادر اقيم بقى محظوظه من اهم الضغوطات
اللي الحقيقه ما كانتش موجوده امبارح على فرقتنا تمام. هو عدم وجود جمهور الوداد، لان تمام. معروف ان الوداد جزء من قوته هو في جمهوره. مش انت حضرتك مش متخيله المغرب المغرب والجزائر كابتن هاني برضو المغرب والجزائر طبعا. صعب جدا جدا 70 80% من قوه الفرقه بتكون في الجمهور، لان حضرتك بتنزلي الملعب الموضوع مختلف تماما طبعا. فحتى انا يعني بقعد بيني وبين نفسي اقول يا ترى اللعيبه دي محظوظه ولا مش محظوظه كابتن، يعني اللعب برضو قدام جميع. حتى طب هقول لك ليه قلت مش عارف ان هم محظوظين ولا لا، انا بتكلم حتى في مصر اصل احنا لعبنا استاد متقفل ولعبنا يعني الموضوع مختلف تماما، فانا يعني مش قادر يعني امبارح مثلا دي محظوظين ان الجمهور مش موجود انما يعني بس خلي بالك هتناقش معاك في نقطه برضه انا بكلم نقطة مهمة يعني مش حكايه اللعيبه مش حكايه في جزء شويه انه رابع ضغوط، لكن خلي بالك كمان ممكن جدا يكون الوداد محظوظ ان ما فيش جماهير. ليه؟ لان بعض الجماهير لما بتلاقي لو النادي الاهلي قدم هذا الاداء وبالنتيجه 2-0 ديت ايه اللي بيحصل بقى في لعيبه المغرب ولا الجماهير؟ لا لا طبعا بيبقى تاثير عكس، ضغط عامل سلبي على يعني مزبوط. على الوداد نفسه على فرقته وبعدين انت هيبدا بقى سوري في ممكن الفاظ بقى وممكن يشتموا اللعيبه وممكن يبقى ضغط عليهم اكتر. فخلينا نتكلم كل امانه اكيد الجماهير فرقت، لكن كمان كان ممكن جدا النادي الاهلي يقدم هذا المستوى ويكسب 2-0 ويبقى وجود الجماهير هتبقى كمان مشكله على الوداد. انا كمان مش قصدي على المباراه دي، قصدي على اللعيبه نفسها طبعا. يعني في لعيبه حضرتك ما شافتش جمهور خالص لغايه دلوقتي تقريبا، يعني لغايه دلوقتي يعني تقريبا احنا من 2012 ما فيش جمهور او حاجه، ففي جيل كامل لعب ما فيش جمهور خالص. فاعتقد دي مؤثره عليه. حاجه ثانيه برضو بسال نفسي فيها، يعني احنا شفنا اللياقه البدنيه الكويسه جدا سواء للنادي الاهلي او نادي الزمالك. صحيح. الناس اللي كانت بتطالب بعدم عوده الدوري رايهم ايه لو ما كناش لعبنا دوري يا كابتن هاني؟ يعني احنا دلوقتي هل حضرتك نقدر نجهز بالفورمه دي من مباريات وديه؟ لا مستحيل. مستحيل مستحيل. وده يعني دي عملت حاجه ايجابيه اهو، ان شاء الله ان شاء الله نادي الاهلي في النهائي وبرده نادي الزمالك في النهائي. فاعتقد رجوع الدوري بقرار مسؤول من الدوله حاجه يعني ادت حاجه ايجابيه جدا سواء للنادي الاهلي او للزمالك وممكن برضو لبيراميدز في الكونفدراليه ان شاء الله باذن الله، لان ده كان عامل اساسي برضو ساهم حتى التقارير المغربيه وبعد الناس والصحف قال ان العامل البدني كان مهم جدا جدا في فوز طبعا النادي الاهلي واقف على رجله بشكل فارق كويس. فارق كبير. فبنرجع تاني نقول لك طب والناس اللي ما كانتش عايزه الدوري بتقول لك احنا مستحيل اللعيبه دي كانت مستحيل ماتش مباريات وديه دي حاجه ثانيه يا كابتن هاني، عارف حاجه تانية غير المباريات الرسميه خالص. فاعتقد برضو يعني الدوله بتثبت رؤيتها او حتى اللي كانوا مؤيدين ويوم عن يوم يعني خلاص ده بياكد لك يعني بنسبه 100% انه قرار عوده او استئناف الدوري مزبوط. مره تانية هو قرار صائب جدا. احنا دايما كنا بنقول ان عوده الدوري هو تجربه وبروفات للماتش بتاع امبارح واللي جاي كمان. لا والفارق كان كبير جدا امبارح حضرتك، يعني امبارح يمكن النهارده اتفرجت انا شويه بس على على المغرب على الرجاء والزمالك بس امبارح العامل البدني فارق، يعني في فرق كبير جدا جدا، يعني يمكن ما اعرفش كابتن هاني حضرتك تأيدني ولا يعني كان واضح حركه اللعيبه النادي الاهلي اسرع، المرونه السرعه الارتداد. اعتقد النهارده كان كده برضو، يمكن ما اتفرجتش برضو، ممكن حضرتك ما اتفرجتش قوي. لا ما اتفرجتش للاسف. فانا مين اقرب منافسينا في البطوله دي؟ اعتقد خلاص هو الزمالك، يعني اعتقد ان هو برضو فوز خارج الملعب، يعني برضو يمكن بنقول الاهلي والزمالك طبعا مش عايزين ناخد الموضوع واللعيبه يسمعوا ترديد يا كابتن ان احنا وصلنا النهائي لسه في شوط تاني، ولكن طبعا. اعتقد يعني وضعنا اكثر من قدم يعني في النهائي ان شاء الله. يعني طبعا ان شاء الله احنا كنا بنتمنى ان يكون المباراه النهائيه نهائي مصر خالص طبعا. أكيد. اولا لمصلحه الكره المصريه، ويبقى احنا متسيدين حتى على مستوى الانديه او غير حتى على مستوى المنتخبات، يبقى فرقتين من مصر يعني وده دورنا كابتن، يعني دور اي حد حتى بيطلع في الاعلام، يعني نبذ التعصب يعني بس انت عارف يا جماعه الفترات اللي فاتت يعني بعض الناس مع احترامي بيكون مثلا حتى اهلاوي او زملكاوي، لا انا مش عايز بعض يا كابتن، ولكن البعض. يعني احنا يعني كجمهور يا كابتن يعني انا ما اقدرش حتى احكم على جمهور. الجمهور ده هو اللي عملنا وهو اللي بيعمل كل الناس. صحيح. فمن حقه يقول اي حاجه. انا بتكلم على اي حد بيظهر في الاعلام، اي حد عمل اسم، ما مسؤول يصحش او اعلامي او ما يصحش طبعًا. ما يصحش اطلع اقول انا بتمنى فوز الرجاء، ما يصحش يعني ما ينفعش مهما اكون انتمائي. انما اللي بيحصل الفتره الاخيره في حاجات كتير جدا يعني عليها علامات استفهام كبيره.
لا عندنا علامات استفهام كتيرة طبعا. اتفضلي. طيب كنا عايزين نتكلم عن طريقة اللعب طبعا اللي بيلعب بيها موسيماني في الفترة دي، واكيد فرقت في الملعب واكيد فرقت في مباراة امبارح بالاخص. تمام. هو طبعا زي ما قلت لحضرتك هو بيعتمد على الانتشار الجيد، يعني طريقه فيه غير تماما. مستر فايلر كان بيعمل ضغط متقدم، يعني بيضغط من قدام جدا. مستر موسيماني يعني برده، ومحتاجين برده نديله فرصه، ولكن عايز اقول برده اكيد مجلس الاداره وسبب اختياره كابتن هاني هي بطوله افريقيا ومعرفته الكامله بالاجواء الافريقيه طبعا. اعتقد يعني طبعا. فده الهدف الرئيسي من التعاقد معاه اكيد. يعني انا برضو ما اعرفش قوي، بس يعني لسه بدل ما لسه ندور على مدير فني. هو كان الانسب في المرحله، كان الانسب او واحد مصري، يعني زي كان في تقريبا ترشيحات كابتن محمد، يعني حاجه كتير. يعني يعني فهو بيعتمد على الانتشار الجيد، بيعتمد على قفل المساحات، بيعتمد على بدء الهجمه من تحت، بيعتمد برضو يعني عنده برضو يمكن ما ساعدتوش امبارح قوي التلت الهجومي امبارح يا كابتن، ما كانش فيه السرعات قوي الاطراف يعني بالذات. الاطراف ما كانش فيها سرعات قوي مع بطء ال 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 الدفاع بتاع الوداد. اعتقد لو كان فيه لعيب سريع شويه كان ممكن نحرز اهداف كتير. يمكن كان ليا برده كنت بحلل المباراه امبارح في احد القنوات، يعني يعني برده قلت يا كابتن هاني كانت فرصه ذهبيه ان نطلع 3 و4 و5. واعتقد يعني برضو ممكن خبره اللعيبه القليله، يعني لو كان في قائد مثلا، قائد في الملعب عنده خبره افريقيه كبيره جدا، يمكن اغلب اللي كانوا بيلعبوا ما كانش فيهم القائد ده، اعتقد كان هيحمسهم ويقول يعني طول عمرنا كابتن هاني يعني بيقولوا حتى النادي الاهلي ما بيستكفاش، يعني مش 1-0 ونرجع لا لو في فرصه بنجيب الثاني والثالث والرابع، وكان لو شويه توفيق بس بالنسبه لطريقه لعب موسيماني هو بيحب الكره الجميله، بيحب الكره على الارض. يمكن شفنا الملامح دي بقى يعني من بعد الكورونا تقريبا يا كابتن هاني، يمكن بدانا نحس بالاهلي دلوقتي، بدانا نحس صحيح. ان في اطمئنان شويه، بدانا نحس ان في ناس بتقف على الكوره. حتى لو حضرتك يا كابتن هاني لو مثلا انا كمدير فني كنت ممكن امبارح افكر مش في قفشه، كنت افكر في حمدي فتحي. حضرتك عارف لما بنلعب بره ممكن نلعب ثلاثة في وسط الملعب ويطرفين، لكن هو الراجل كان عنده ثقه في طريقته يعني. ده شيء ايجابي خلي بالك جدا. انا بتكلم مثلا على ممكن يبقى على فكره انا رايح اقابل الوداد في المغرب، ما كانش حد هيلومك خلي بالك، هيقول لك انت بتلعب بتامن نص الملعب بالظبط، بتلعب بثلاثة. انما يعني ان شخصيه النادي الاهلي وبرده شخصيه المدرب ان اخلي اي نادي هو اللي يلعب عليا مش انا. طبعا هو مذاكر كويس جدا، ولكن كابتن هاني بتكلم معاه في حته فنيه ان ممكن يبقوا ثلاثه يعني ثلاثه زي ثلاثه وسط مدافع، يعني ما بين 8 وما بين ستة. وفعلا ومدربين كتير جدا لما بتلعب بره ملعبها وخصوصا دور قبل نهائي او حاجه بتحب ان تطلع بالنتيجه باقل الخسائر، بنقول اقل الخسائر، بنقول على الاقل تعادل. انما احط برضو مجدي قفشه في مباراه زي دي فاعتقد دي جايه من شخصيه. بس انا كابتن محمد مش حابه فكره او نغمه ان احنا كان فيهم يجيبوا ثلاثه، كان ممكن يقفل اربعه، بسمعها من امبارح الحقيقه للنهارده، مش عايزين برضو طيب. نحمل عليهم. طب انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، لو لا قدر الله لان برضو مشكله مدرب الوداد ان ما عملش اي سيناريوهات للمباراه، ده تفاجئ يا كابتن هاني. لا قدر الله لو دخل فينا جول اول 5 دقايق. مين اللي اتفاجئ؟ المدير الفني للوداد. لازم انا كمدير فني احضر سيناريوهات، لازم ابقى عارف لو انا جبت جول او دخل فيا جول او المباراه مشيت تعادل، لازم ابقى عارف هعمل ايه. انا بتكلم ان هو او الجول دخل في الدقيقه 4 تقريبا مظبوط، تحس ان المدرب اتفاجئ، مش يعني هو مش حاطط اي سيناريوهات، فده اللي انا اقصده يعني. فانا الخوف من ايه؟ النتيجه كويسه جدا وكل حاجه، ولكن طول ما انا في ايدي اجيب 3 و4 ما انا ممكن لا قدر الله يدخل فيا جول. انا بايدك ليه بقى يعني في نقطتين، لان النقطه الاولانيه في ماتشات كتيره واحنا وانت لعبت ماتشات كتيره جدا بيبقى عندنا يعني كسبانين 2-0 والمباراه خلي بالك مباراه كره القدم بتتقلب في ثانيه يعني لا قدر الله ممكن جدا في اول الوداد ما يجي ممكن يجيب جون الموضوع يتقلب، لكن انت لما كسبان 2-3-4 وانت خلاص. قادر تجيب الكلام ده تبقى مرتاح لازم يعني. احباط لازم تخلص وبعدين تبان شخصيتك كمان. انا حسيت انه من اول لما قفشه دخل الجون اللي في الدقائق الاولى من عمر المباراه كان الموضوع ده اصلا عمل لهم احباط اوريدي يعني ما حس يعني
حسيت انه الاحباط من اول جول اللي انا بتكلم فيه كان مدير فني ما حضرش للنقطه دي. يعني انا برضو اكيد مستر موسيماني على الملامح والشخصيه اللي انا شايفها دي اكيد محضر النقطه دي، اكيد هيحضر لو لا قدر الله دخل فينا جول بدري، لو لا قدر الله يعني لازم المدرب يبقى حاطط السيناريوهات دي. عند حضرتك حق، فعلا اتفاجئ، يعني اتفاجئ ما كانش متوقع خالص، بدليل ان اللعيبه رد فعلها ما كانش، يعني ما كانش في اي رد فعل غير يا دوب يا كابتن تقريبا 10 دقائق بعد. حتى في ضربه الجزاء، حتى في ضربه الجزاء اللي كله يمكن ما شافهاش ضربه جزاء صحيحه، وما اعرفش ليه برضو حسيت ان التحكيم كان حاول يدور على حلول للوداد. ما اديناهوش فرصه احنا برضو. ما اديناهوش فرصه حتى تغيير ذكي جدا بتاع ديانج يعني من المدرب، ما اداش الحكم اي فرصه، ودي ده تركيز، ودي حاجه تحسب للجهاز الفني برضو وتحسب لمجلس الاداره. ما شفناش حد خرج يا كابتن هاني اتكلم على التحكيم خالص، والرغم ان الحكم ده بالذات كان عليه علامه استفهام. ممكن انا خرجت اتكلمت الكابتن هاني، انا بتكلم كمجلس اداره حد مسؤول ما اتكلموش خالص، بعده اللعيبه خالص. واكبر دليل ان المدرب صاحي ومركز ان حضرتك تستغني عن اليو ديانج شوط كامل في مباراه زي دي في المغرب، دي حاجه تحسب له. بس هو عنده حسابات اكتر، ان احسن ما يلعب ناقص لعيب. طبعا كان ممكن جدا، اصل كمان واضح وانت شفت الماتش، انا في وجهه نظري فاول بس ما لا يستحق يعني كارت اصفر، يعني كلنا فوجئنا هو فاول ديانج، وممكن ما تبقاش فاول كمان يعني خلاص ماشي حسب فاول، لكن مش مش كارت اصفر. كان مستعجل ده كمان ادي انطباع طبعا لموسيماني، لا يعني ده انت بقى في انت عارف ده من وعارف طبعا وادي الخبرات برده جدا المركز ده فعلا كابتن، اكتر المراكز حصول على انذارات وكان من افضل اللعيبه في المباريات اللي فاتت بالظبط. طب انت كان رايك ضربه جزاء ولا لا؟ فيها شك كبير جدا، فيها شك. انا لاعب الوداد هو اللي راح للشناوي، ده من وجهه نظري يعني الشناوي فعلا هو عمل التاكل على رجله وحتى عامل ايديه كده فالراجل راح عليه، لكن زي ما بقول استمرار تالق الشناوي ده اكيد بيدي كمان مش بس كده اريحيه لخط الدفاع، لكن للفرقه كلها طبعا تحس في كنا بنقول مقوله كده الحارس لو حضرتك نص الفريق يعني حتى مقوله كده، ورابع ضربه جزاء تقريبا على التوالي يا كابتن كان في صد ضربه جزاء قدام الاسماعيلي لو حضرتك تفتكر طبعا لا واف سي مصر مش يعني، وفي واحده ثانيه مش قادر اتذكرها، اربع ضربات جزاء صاددهم على التوالي. وراجع برده يا كابتن بقاله ثلاث مباريات ما بيلعبش، فحضرتك عارف ان دي ممكن تاثر شويه. الحمد لله ما قصرتش وقدر يعني يقود الفرقه، وكان ضربه الجزاء دي نقطه تحول في المباراه. بمناسبه الشناوي، فكم من حقه علينا في البيت الكبير ان احنا نعمل له تقرير خاص بيه هو طبعاً. محمد الشناوي من جديد أثبت العملاق محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أنه الحارس الأفضل على صعيد القارة الإفريقية، بعدما قاد المارد الأحمر بجدارة للفوز على نظيره الوداد المغربي في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. ظهر محمد الشناوي كالأسد الجسور والصخرة التي تكسرت عليها كل أمواج الهجوم المغربي التي شهدها ملعب محمد الخامس، ومنح الثقة والقوة لزملائه من لاعبي الفريق لينطلقوا نحو مرمى الوداد لتسجيل هدفين غاليين عن طريق محمد مجدي أفشة وعلي معلول. كانت اللقطة الأبرز في المباراة بين الأهلي والوداد والنقطة المضيئة التي منحت لاعبي الأهلي الحماسة والقوة من جديد قبل دقائق من نهاية الشوط الأول، حينما تصدى محمد الشناوي لركلة جزاء غير سليمة احتسبت على المارد الأحمر، وانبرى لها الخطير بديع أوك، لكن العملاق الشناوي كان صلبا كعادته وتصدى للكرة بكل قوة وثبات. كما تصدى محمد الشناوي على مدار شوطي المباراة للكثير من الهجمات المؤثرة والتسديدات الخطيرة من لاعبي الفريق المغربي ليحافظ على نظافة شباكه ويقود المارد الأحمر نحو تحقيق انتصار غال ونفيس في ملعب منافسه. وفي تتويج لمجهود اللاعب خلال مباراة الأهلي والوداد، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف اليوم رسميا عن اختيار محمد الشناوي أفضل لاعب في المباراة،
وجاءت هذه الجائزة بعد أيام قليلة من اختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا محمد الشناوي كأفضل حارس مرمى في إفريقيا مع 4 حراس آخرين، وكان الشناوي على رأس الأسماء التي اختارها الفيفا. مباراة الوداد المغربي كانت الأولى لمحمد الشناوي مع الأهلي منذ أن تعرض للإصابة في مباراة المقاولون العرب وغاب بسببها منذ ذلك الوقت عن الفريق قبل أن يعود بشكل لافت للنظر ويمنح دفاع الأهلي الثقة والطمأنينة أمام العملاق الودادي المغربي القوي. محمد الشناوي ورفاقه من لاعبي الأهلي يدركون جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم والأمل الجماهيري الكبير المنتظر منهم في هذه البطولة الغالية من أجل تحقيق التاسعة، ولذا كانوا على الموعد وعلى قدر المسؤولية وعادوا من المغرب بأغلى انتصار. بحضراتكم مرة تانية ومعنا طبعا كابتن محمد جودة، وشفنا طبعا والتقرير بأيد كلامك ان الشناوي محور اساسي في فوز او تقدم النادي الاهلي حتى في الفترات الاخيرة. نتكلم على نجم تاني انا شايف من وجهة نظر كان مميز جدا، كلهم نجوم لكن كان في تميز كمان لمحمد مجدي قفشة، وانت كمان لعبت البوزيشن دوت وتقدر تحدد لنا انت شايف قفشة ازاي في مباراة امبارح؟ يعني طبعا بنسبه كبيره جدا يا كابتن هاني برضو حضرتك لما يعني انا بنزل ببدا المباراه واجيب هدف دي بتفرق في معنوياتي بصوره كبيره جدا، يعني مش عارف حضرتك تأيدني ولا لا. مليون في المية يعني طبعا اول 4 دقايق جبت هدف طبعًا. فاعتقد معنوياتي بتختلف تماما بفوق بقى بلغه الكوره بفوق، وخصوصا ان هو يعني بادئ المباراه دي من في كان في بعض الانتقادات لي، يعني في انا ممكن يا كابتن هاني ابقى محلل، يعني مش عشان انا مثلا موجود هنا ممكن انتقد لعيب من الاهلي، دي حاجه لمصلحته بالظبط، يعني يمكن احنا افتقدنا يعني كنا مفتقدين احنا الموضوع الاستديوهات ده، كان القناه الثالثه بس يمكن الاستديوهات التحليليه مع انها بالعكس ممكن تبقى مفيده جدا، يعني مفيده بس اما تيجي من يعني من يعني في حد فاهم ونقد بادب بدون تجريح، واحنا يعني كنا بس دايما النظريه غير التطبيق، دايما النظريه غير التطبيق. معلش بس برضو اما انا كابتن هاني مثلا قاعد وانا لعيب اما بسمع مثلا نصيحه يعني اكيد وطبعا الخبره بتفرق، انا ما قلتش حاجه يعني بالزبط. اكيد بتفرق. لا انا بتكلم ان في ناس تانية بتاخدها في سكه تانية، انا بتكلم ان هو كان راجع من بعض الانتقادات شويه يعني طبعا، واللعيب اكتر حد بيحس بنفسه هو اللعيب، بيحس كويس او مش كويس. اول 4 دقايق اما احرز هدف وحضرتك لو حتى لو كان الاهلي اتغلب 2-1 الهدف بره الملعب والكابتن هاني عارف ليه قيمه كبيره جدا، فهو حاسس ان هو عمل ايه، فاعتقد دي فرقت معاه في المستوى الفني وفرقت مع زمايله كمان طبعا يعني. لا انا بتكلم عليه يعني الكابتن هاني بيقول تاني نجوم المباراه، فاعتقد فرقت معاه نفسيا بصوره كبيره جدا، ادى المباراه بشكل رائع حتى على المستوى البدني، يعني يمكن قفشة كان بيقل شويه الشوط الثاني حتى الهدف ده رفع معنوياته جدا، خلى حتى المستوى مش المهاري بس المستوى البدني، فاعتقد يستاهل ان هو يكون من نجوم المباراه فعلا، يعني كلهم كانوا عندهم روح طبعًا المسؤوليه امبارح طبعًا اعتقد كده يعني. وبس موسيماني كان ليه تصريح مهم لما قال انه لاحظ غياب ثقافة الفوز للاعبي الأهلي خارج الأرض، خارج ملعبه هو. شفت التصريح ده إزاي؟ ولما قال كمان إنه هو اللي قدر يرجعها تاني مرة تانية. لا طول عمر النادي الأهلي بيلعب برا بيلعب جوا، يعني برضو هو قال كده امبارح في تصريحات ليه، يعني أنا عايز أخد المباراة في سكة الدعم للمباراة الجاية وللنهائي، ولكن هو عارف كويس قوي النادي الاهلي، اعتقد اي حد احنا التعادل في النادي الاهلي التعادل بيبقى هزيمه، يعني من واحنا في الناشئين هو في الغالب بالارقام من 2017 اللي بتلعب في افريقيا بره ارضك وبتفوز دي ما كانتش موجوده بشكل كبير، النادي الاهلي متعود طول عمره على احنا بنخرج لازم نكسب بره، لكن في الفترات الاخيره خلينا نقول هو اللي رجعها ماشي يعني لا يعني الراجل مش رجعها بصيغه ان هو رجعها اوريدي، انا ما سمعتش والله التصريح يعني والله. لا هو بيتكلم بصيغه ان هو ده المهم ان بياكد عليها بياكد ان هو معنى ان يقول رجعها يا كابتن تاني مره تانية انها كانت موجوده واختفت فتره، يعني اختفت فتره ممكن اختفت فتره بالظبط ورجعت تاني، معنى انها رجعت تاني يبقى اوريدي كانت موجوده. لا فعلا حقيقه كانت موجوده وعلى طول موجوده، النادي الاهلي حتى لما راح حتى كاس العالم للانديه برضو يعني رايح وبرضه البطوله يعني حتى لو حاجه بعيده شويه بس صدقيني والله طموح البطوله عند اكيد كان عند اللعيبه كلها،
فيمكن يمكن برضه هو برضه يعني كان شايف كده، او مثلا اللعيبه دي مثلا الجيل ده كله مثلا ما احرزش فوز بره، انا مش عارف بصراحه بالارقام. لا هو خلي بالك كمان في نقطه، ان معظم اللعيبه اللي كانت موجوده ما فيش غير يمكن 3 4 لعيبه حصلوا على بطوله افريقيه او اقل كمان، وبالتالي الشغف للبطوله الافريقيه ده موجود اوريدي والحماسه موجوده. لكن طبعا كمان الراجل بيتكلم على ده مش عند اللعيبه بس يا كابتن، ده عند الناس ده يعني الهدف الجول الاولاني نطيت في الهواء. لا 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 البطوله دي بالذات الهدف هدف اساسي ورئيسي عند الجماهير وعند اللعيبه وعند مجلس الاداره، ويعني حضرتك يعني شايف كم التحديات اللي في مجلس صحيح الاداره وكم التحديات اللي في اللعيبه دي، فاعتقد البطوله دي ان شاء الله تكون خير تعويض ليهم يعني. وشايفين المسانده الكبيره من الكابتن محمود الخطيب، يعني هو في الاساس للنادي وبرده وللجهاز ده، حتى يعني سمعت تصريح لمستر موسيماني ان هو بيشيد بالمسانده من رئيس النادي أكيد. فاعتقد يعني ده حضرتك انا شفت صور الكابتن الخطيب يعني ساند على السور يعني عليه ضغوط، تحس ان حد عليه جوه الملعب وشايف رئيس النادي، مش اي رئيس نادي احنا بنتكلم على أسطورة. على الكابتن محمود الخطيب ساند على السور وبيتفرج عليك من بره. شفت صور بجد، انا نفسي يعني حسيت ان يعني لو انا لعيب لازم اكل النجيله، وهو يعني تحديات كبيره ان شاء الله يعني يتوج بالبطوله دي، كل حاجه ان شاء الله يعني هتبقى احسن وهتبقى رايحه للاحسن، لان زي ما بيقولوا التسعه دي يعني معصلجه شويه، فان شاء الله تكون من نصيبنا ان شاء الله يعني. هتيجي ان شاء الله ان شاء الله كله يقول يا رب. طريقه اللعب في العوده شايفها كابتن جوده ازاي؟ هو خلاص مستر موسيماني حدد هو عايز ايه، حدد ان الفرق هي اللي هتلعب عليه، يعني بدليل لما اتكلمنا في اول حلقه ان اي مدير فني طبيعي جدا هيستبدل قفشه بحمدي فتحي على الاقل على الاقل وانا بلعب بره، ولكن هو خلاص اختار ان هو يكون ان في الكوره حضرتك ان انا اللي بلعب على الفريق، او الفريق اللي يعني كل ما بنزل بدرجه شويه من الفريق كابتن هاني علي بيبقى عندي القماشه اقل شويه، فبضطر ان انا اغير حسب قوه الفريق اللي قدامي. مستر موسيماني اعتقد خد طريق ان هو هيلعب بنفس الطريقه ونفس الاسلوب، وهي الفرق بقى اللي تغير طريقتها عليه، فاعتقد هيلعب بنفس الطريقه نفس الاداء الهجومي، ممكن يكون برضو لازم نفس الطريقه نفس الافراد، يعني احنا بنتكلم 4 2 3 1 ده اوكي، ممكن نشوف مثلا بادجي بيبدا المباراه ويكون مروان محسن سلاح معاه بره، على اساس ان كمان مروان بدا المباراه اللي فاتت عمل مباراه كويسه جدا طبعًا. على مستوى التحركات طبعًا. كان هايل، وكان يمكن بيشتكي باصابه شويه، ممكن يفكر ان انا ادفع ببادجي الاول ويكون موجود معايا مروان، ونفس 4 2 3 1 بنفس الناس، بس ممكن يغير في الافراد شويه. هو مبدئيا لو حضرتك بنتكلم على مروان، هو مروان يعني ربنا وفقه مع الراجل ده، ويعني خلى مستر موسيماني عنده قناعه بيه. وتاني حاجه مستر موسيماني مش من النوع اللي بيلعب كور طويله يعني يعني هو عايز محطه اكتر، حتى العرضيات لو حضرتك لاحظت قلت شويه يعني، شفت حسين الشحات حضرتك جاي من العمق، يعني هو طريقه لعبه كده حتى وهو في سان داونز، فاعتقد يعني هيناسبه جدا مروان محسن. مروان يعني انت بتقول ان مروان كمان هيناسبه ان هو يبدا بيه مباراه اكيد يعني. خصوصا هنا يعني يمكن انا كنت توقعت ان يلعب بادجي بره لان ممكن تبقى فيه كور طويله كور عرضيه كتير، فما افتكرش ان هو ده سلاحه، يعني سلاحه اللعب على الارض الاختراق من العمق. طبعا سلاح قوي جدا الكرات العرضيه، وبرده مروان مميز فيها، ولكن اعتقد ان هو هيبدا بنفس التشكيل يعني ما فيش اي تغيير. في المقابل الوداد ممكن يعمل ايه بعد مباراه امبارح؟ هو الوداد كده يعني ما فيش اي حاجه يبكي عليها يعني هو ما فيش اي حاجه يبكي عليها طبعا ما هو الوداد على الاقل لازم يكسب 2-0 على الاقل، علشان يعني عشان يبدا تاني يخش عشان يبدا نفسه يعني لازم على الاقل يجيب كل ما يدخل كل ما يدخل في جول يعني ان شاء الله نجيب جول، هيبقى محتاج على الاقل 3 يعني لا تقريبا 3 يبقى يعني هو وصل لا يعني احنا يعني لا قدر الله لو جيب يعني جول. لو جبنا جول هو مطالب يكسب 4-1 عشان احنا جبنا بالظبط ف
لا يكسب ثلاثة بقى او ثلاثة يعني ان شاء الله ما يجيبش. لا لا انا مش قصدي قصدي مفيش حاجه يبكي عليها. فهي ده الخطر برضه فرصه طبعا يعني طبعا ده في اي حاجه كابتن يقول لك حتى ما يعني ما تتخانقش مع حد مش هيبكي على يعني صح يعني ف ما تتخانقش مع حد مش باقي مش باقي على حاجه مش باقي على حاجه فتبقى الموضوع بيبقى خطر جدا. ف ومش عارف برضه في هل في لعيبه من اللي كانوا مصابين عنده هيرجعوا او لا. هي يعني ممكن دي التشكيله تختلف شويه. هو كان طلع سردباك اللي اخطا ونزل سردباك تاني اعتقد ده ممكن يبدا هو المساك التاني ده اللي كان ده الاساسي اصلا ده الاساسي فممكن أصلاً. يغير شويه في الافراد. وزي ما انت بتقول وانت مريت بظروف زي ديت عمليه الشحن وعمليه التحفيز لمباريات وانت خسران فيها 2-0 على ارضك وجاي في القاهره بتلعب مباراه زي ما انت بتقول هو مش خسران على حاجه فدي بتديك كمان باور اكتر وبتديك جراءه اكتر طبعًا. وبتديك حافز ان شاء الله طبعا مش 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 زي حافز النادي الاهلي لكن ده الخطر شويه طبعا الخطر ممكن استغل برضو الاندفاع الهجومي بتاعه بالزبط. يعني اكيد بس لازم التحضير كمان يا جوده التحضير للمباراه طبعا انت شايفه يبقى عامل ازاي. لا التحضير دي حاجه مهمه جدا يا كابتن وزي ما بقول لحضرتك يعني لو بنتكلم على مستر موسيماني لازم يحضر كل السيناريوهات. زي ما هرجع اقول تاني لا قدر الله دخل فيه جون بدري لازم يتوقع ان في اندفاع هجومي لان مش باكين على حاجه. ممكن المباراه دي يعني يستغل المرتده شويه يعني هو حتى يفتقد السرعات شويه يمكن اسرع تقريبا لاعب جيرالدو نزل بس برضو لسه لا انا بتكلم في الموجود اسرع تقريبا حسين الشحات يعني حسين الشحات لما يجي برضو شويه يعني يرجع تاني سريع فاعتقد ممكن يستغل الحته دي. ويعني لو حط سيناريو ان شاء الله ان جول بدري خلاص يبقى قضى على امالهم خالص وهتبقى حتى معنويا ونفسيا هم هيبقوا محبطين جدا. عايزك توجه كلمه للاعبتنا بعد الفوز امبارح. يعني طبعا ببارك لهم وانا عارف ومتاكد ان لعيبه النادي الاهلي لو في تمرين النهارده خلاص الفرحه نسيوها. وانا بحذر يعني بحذر من كده لان اغلب الناس بتقول ان احنا بتحذر مين؟ بحذر اللعيبه. اغلب الناس بتقول ان احنا وصلنا النهائي مش عايزين ننجرف في الموضوع ده قوي لان الموضوع ده ممكن ياثر تاثير سلبي. لان حضرتك طول ما انا كابتن هاني عارف طول ما انا مش مركز قبل المباراه في المباراه نفسها لو انا نازل مش مركز ودخل فيا جول ما بقدرش اقلب عدم التركيز لتركيز مستحيل. اللي ذاكر زي اللي بتعوض يعني لا لو انا مش مركز قبل المباراه ما يقدرش اللعيب يجيب التركيز جوه المباراه نفسها مستحيل يعني مستحيل في حاجه كده غريبه في الكوره ما اعرفش ده سحر ولا ايه. خلاص انا مش مركز ما انا ممكن اقول ايه طب انا هركز لا ما بيجيش خلاص أيوة مش مركز خلاص. فاعتقد مش عايزهم بس ينجروا للسكه دي ان احنا وصلنا النهائي وكل حاجه. مباراه زي اي مباراه لعبنا زي ما بيقولوا الشوط الاول هناك نكمل على نفس الاداء ده ونفس الروح دي الشوط الثاني هنا. وحتى لو حد جاله الفكر ان هو ان احنا وصلنا يخليها استعداد حتى للمباراه النهائيه. ما افتكرش ان موسيماني يعني عنده الفكر ده يعني قالوا لهم قالوا امبارح وزعلان جدا من النتيجه وقال كان في فرصه ذهبيه يعني هو نفسه قال كده. هو عنده خبرات كبيره كمان طبعا وعارف بالظبط المباريات الافريقيه ديت وعارف عامه كره القدم يعني زي ما بيقولوا ساحره يعني وشغله ظاهر بصراحه لا في ملامح كويس في ملامح كويس لغايه دلوقتي. وانا بايدك تماما ان احنا ان شاء الله نستنى منه الافضل بالزبط. ودي بوادر ان احنا عندنا مدير فني كبير جدا اكيد على المستوى الفني وان شاء الله باذن الله زي ما انت قلت يوم الجمعه ان شاء الله التاكيد ان شاء الله الحقيقي ان شاء الله للوصول للمباراه النهائيه بروفا برضو للمباراه النهائيه صحيح. المباراه النهائيه مباراه واحده يعني بالظبط يوم 6 11 باذن الله. شكرا ليك يا كابتن بشكر حضرتك جدا بشكر حضرتك جدا ربنا يخليك يا كابتن انا اللي اتشرفت شكرا جزيلا اشكرك. بعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم في البيت الكبير وكابتننا الكبير كابتن فتحي نصير اتفضل. ويتوصل الحديث في الفقرة الحوارية الثالثة اللي بيشرفنا فيها نجم كبير في النادي الأهلي لسنوات طويلة ولاعب ومدرب خبير كبير في قطاع الناشئين لسنوات كبيرة برضو داخل النادي الأهلي حاليا هو بيرأس إدارة المواهب في النادي في منصب جديد ووضعوا فيه مجلس إدارة النادي الأهلي عشان يستفيد من خبراته الكبيرة في اختيار نجوم المستقبل في النادي الأهلي. معنا النهاردة
للحديث عن مباراة الأهلي والوداد اللي فاتت والمواجهة اللي جاية المهمة إن شاء الله الكابتن فتحي مبروك عشان يكلمنا أكتر عن هذه المباراة ونستفيد برضو من خبراته. أهلا بيك يا كابتن. أهلا بيك. وألف ألف مبروك. أهلا بيك يا كابتن هاني. ربنا يخليكم وأنا سعيد إني معاكم وبارك لجماهير النادي الأهلي والجهاز الفني اللي واللاعبين ومجلس إدارة النادي الأهلي بالفوز على الوداد في المغرب 2-0. لا ومنورنا يا كابتن ودايما كده نستفيد بخبراتك، انت مدرب كبير جدا وليك خبرات كبيره في الكوره، حتى طبعا كاس العالم حضرته 90 طبعا وحتى على مستوى الافريقي. بس خلينا اسالك سؤال، وانت بتتفرج كنت متوقع يعني كان عندك توقع ان النتيجه كده وان النادي الاهلي هيلعب بنفس الاسلوب ونفس الطريقه؟ توقعاتك انا توقعاتي بصراحه كان عارف ان النادي الاهلي يعمل مباراه كويسه جدا هناك، مع الرغم يمكن برضو الناس كلها كانت بتقول اللقاء صعب. صحيح. ولكن خلينا برضو بنتكلم في نقطه مهمه جدا، يعني استئناف الدوري جه في صالح النادي الاهلي. استئناف الدوري جه في صالح النادي الاهلي، اولا الجاهزيه الفنيه والبدنيه في صالح النادي الاهلي في مباراه امبارح، يعني تحس ان لعيبه النادي الاهلي بدنيا احسن بكتير جدا من الوداد. الوداد تحس ان هو بعيدا عن كرة القدم مثلا بقاله 6-7 شهور ما لعبش ماتشات. الجاهزية الفنية، الاسلوب اللي بيلعب بيه النادي الاهلي والاداء الشق الدفاعي والشق الهجومي، تلاقي فعلا النادي الاهلي افضل بكثير من، فاستفادة النادي الاهلي من خلال مباراة الدوري انا شايفها ونادي الزمالك برضه ونادي الزمالك النهارده مبروك ومبروك لنادي الزمالك. القرار ده يعني جه بشكل إيجابي على الاهلي والزمالك إيجابي وكل الدوريات اللي قررت ان هي تعود مره اخرى بالرغم من الانتقادات اللي وجهت للجنه الخماسيه عشان الدوري والضغط المباريات، ولكن النادي الاهلي استفاده كبيره جدا والنادي الزمالك استفاد. يعني برضه الناديين استفادوا يا كابتن، وخلينا الناديين استفادوا. خلينا اكلم حضرتك كمان ان النادي الاهلي كمان حسمه لبطوله الدوري قبليها بسبع اسابيع، ده كان جزء مهم جدا، لان كمان وده اللي كنا بنقوله واللعيبه بتقوله والجهاز الفني كان بيسعى ليه، ان بتحسم الدوري بدري عشان يبقى عندك فتره تحضيريه بشكل كويس. الرجاء والوداد كانوا كان في صراع كبير جدا حتى لغايه الاسبوع لحد اللي من الاسبوع اللي فات، يمكن حافظ برضو يمكن فعلا سجل هدف يمكن في الدقيقه الاخيره وفعلا الرجاء خد بيها البطوله. والفرق مش كبير، نقطه واحده كان نقطه واحده، يعني لو الماتش طلع تعادل كان الوداد خد البطوله. صحيح. ولكن الشك فيه حاجات مهمه يا كابتن هاني اتكلم فيها، يمكن برضو عشان الناس تبقى عارفه وجماهير الاهلي تبقى عارفه ان النادي الاهلي رايح، يعني انا مع احترامي لفرقه الوداد، فرقه الوداد قلقه جدا من النادي الاهلي، قلقه جدا من النادي الاهلي، بدليل لما تيجي تبص كده على معطيات برضو هتلاقي المدير الفني واقف تحس ان هو مش مركز. جاموندي مش مركز، اللعيبه نفسها تحس ان هي في حاله بدنيه وفنيه بعيدا جدا عن فرقه الوداد اللي كنا نعرفها. فالنادي الاهلي استحق الفوز، النادي الاهلي جاهزيته زي ما قلت لك الفنيه والبدنيه وروح اللعيبه، يعني روح اللعيبه ماشيه من هنا احراز بطوله احراز مكسب، ودي حاجات مهمه جدا. يعني كل ما تتخيله من مقومات كره القدم النادي الاهلي عملها في لقاء الوداد، عشان كده النادي الاهلي كان يستحق الفوز بعدد كبير كمان من الاهداف. يعني حسين الشحات ضيع فرص كتيره ضاعت من النادي الاهلي، كان ممكن الاهلي يطلع 4-0 5-0 بالكتير قوي، ولكن اداء النادي الاهلي كان فيه ميزه كويسه جدا ما شفناهاش قبل كده، كان فيه ثقه في الاداء. ثقة في الأداء، مين اللي اداله الثقة في الأداء؟ فرقة الوداد، لأن فرقة الوداد زي ما قلت لك بعيدا فنيا وبدنيا تحس اللعيبة بقى لها فترة كبيرة جدا ما اتمرنتش ما لعبتش ماتشات رسمية، مع إنه لعب قبليها بأسبوع ماتش رسمي ماتش نهائي بس كمان، بس تحس إن هم مش فت، يعني بدليل حتى عملية التشتيت في الدفاع وعملية الثغرات اللي كانت في وسط الملعب ودفاعهم، يعني عملية الجول الأولاني يحيى جبران ده النهاردة مسك الكرة ولسه بيفكر، قفشة ضغط عليه خد جول في الدقيقة 3. فكل هذه الأمور الفنية كانت في صالح النادي الأهلي من أداء ومن أسلوب لعب ومن تكتيك ومن حتى الأداء المهاري للعيبة، أداء النادي الأهلي كان أفضل بكتير، يعني يستحق الفوز ويستحق الفوز بنتيجة أكتر من كده. كابتن فتحي، المزايا تعددت والمكاسب يمكن عمالين بنتكلم فيها بعد فوز الأهلي امبارح مش عايزين نتكلم فيها تاني، بس إيه اللي الأهلي ممكن يستفيد منه من المكاسب دي يستفيد منها في المباراة اللي جاية إن شاء الله؟ هي بص يمكن النادي الاهلي استفاد حتى في مباراه الدوري، يعني عشان برضو نتكلم في واقعيه، إيه النادي الاهلي استفاد في مباراه الدوري استفاد النهارده عمليه الروتيشن بين اللعيبه دي، برضو النهارده جاهزيه اللعيبه كلها، ما يبقى عندي اللعيبه كلها جاهزه فنيا وبدنيا،
بتديني النهارده رؤيه ان انا لاختيار تشكيل، اختيار تشكيل. فكل هذه الامور بتساعد ان احنا المباراه القادمه مستر موسيماني عنده عدد كبير من اللعيبه يقدر يشتغل معاهم، يقدر يحط دكه قويه جدا زي ما بيحصل وتستفاد منها في الشوط الثاني. فكل هذه الجاهزيه بترجع فعلا لاداء النادي الاهلي خلال بطوله الدوري، وبياخد البطوله قبلها باسابيع، فجاهزيه اللعيبه ودائما عمليه الروتيشن بين اللعيبه وكل هذه الامور بيؤدي ان النادي الاهلي فنيا وبدنيا احسن بكتير. طبعا حضرتك مدرب كبير يا كابتن، ولما نيجي يا حضرتك ناخد راي حضرتك في مدرب زي موسيماني اكيد هيكون في مصداقيه في الكلام. افضل ما شفته في موسيماني خلال المباراه، يعني ايه افضل حاجه قلت لا احنا فعلا يعني عندنا مدرب كويس، ايه اللقطات اللي جذبت نظرك او المواقف اللي مر بيها النادي الاهلي ومر بيها موسيماني خلال المباراه قدرت منها تقيم موسيماني اداؤه؟ بص انا يعني في حاجات استشفها كده من خلال يمكن رؤيتي برضو الفنيه، دائما اذا كانت هناك العلاقه بين المدير الفني واللعيبه علاقه كويسه وتلاقي في ود فاللعيب بيبذل اقصى جهد. ده حقيقي. الحاجه الثانيه يمكن شفتها مستر موسيماني برضو ان هو فيه هدوء، يعني مش من النوع العصبي. لا هو مبتسم، مش من النوع العصبي، لا يعني النهارده بيدير، مفيش عصبيه، مفيش مش عارف ايه يخبط حاجه، مفيش، لا العمليه دي برضو بتؤدي ان اللعيبه بتبقى في ارتياحيه داخل الملعب، غير من النهارده مدرب يبقى عصبي مش عارف ايه وشد ويجري ويضغط، اصلا هي مباراه عصبيه ده وهي مباراه عصبيه. فالهدوء في حد ذاته بيدي ثقه للعيبه داخل الملعب، اللعيبه بتلعب بارتياحيه. لعيبه الاهلي امبارح يعني ما شاء الله ما شاء الله بيلعبوا بارتياحيه غريبه. عشان هو هادي يا كابتن فتحي؟ عشان هو هادي ولا علشان التعامل النفسي اللي اجاده مع اللعيبه فده اثر بشكل ايجابي في اللعب بتاع امبارح بالارض؟ ما هو بصي التعامل النفسي ده مهم جدا لاي مدير فني، حتى قبل المباراه في التعامل النفسي مع اللعيبه ومع التشكيل ومع النهارده مثلا هيجي يلعب الكابتن هاني، تعالى يا كابتن انت بكره هتشترك في المباراه، فتعامل نفسي بيفرق جدا مع اللعيبه، يعني بيفرق جدا مع اللعيبه. وهو برده من خلال الوحده التدريبيه بيبان رؤيه التشكيل، بيبان رؤيه التشكيل في كلها امور، حتى تحسي ان في ارتياحيه للعيبه الاحتياطي اللي قاعده على الدكه، في ارتياحيه، يعني في ارتياحيه النهارده بينزل اي لعيب بيبذل اقصى جهد عشان يثبت ذاته وكيانه داخل منظومه النادي الاهلي. فدي بتؤدي الى دائما المدير الفني بيبقى فيه نجاح، ان هو بيحاول بقدر الامكان كل اللعيبه بتبقى فيه ثقه في المدير الفني. طب الجزء التكتيكي والفني اللي بدا بيه المباراه كابتن فتحي 4-2-3-1 طبيعي جدا ان هو يعني كان في بعض المدربين او بعض الخبراء بيقول لك احنا بنلعب بره ارضنا، ممكن ليه لا يلعب ب 4-3-3 او يزود وسط الملعب شويه بحمدي فتحي، يبقى حمدي والسوليه وديانج موجودين، ويبقى في عندنا مثلا حسين الشحات ثلاثه. رؤيتك الفنيه في التشكيل دوت او في طريقه اللعب ديت كانت حضرتك متوقعها؟ يعني كنت متوقع هيلعب بثلاثة ولا باثنين؟ ولو كنت في مكانه كنت بدأت ازاي؟ لا انا يمكن حتى سئلت برضو بغض النظر عن النتيجة، سئلت يعني في احد القنوات الفضائية يعني ننسى النتيجة، قالوا لي لو انت مدير فني، قالوا لي لو انت مدير فني هتعمل، قلت لهم انا هلعب الاسلوب العادي بتاعي والتكتيك العادي 4-2-3-1 وهبتدي اضغط فرقة من قدام. الوداد من قدام. قالوا لي يعني مش هترجع على، قلت لهم لا لازم اضغط احس ان انا النهارده ادي ثقة لعيبتي في الشق الهجومي، احس النهارده ان انا بربك حسابات الوداد، ما لازم النهارده احس يعني الجول اللي جه في الدقيقه 3 جه ليه؟ ضغط ضغط النهارده محسن، مروان محسن وقفشه الاثنين ضغط على الاستوبارات، يحيى جبران النهارده تعطل في الكوره اما قفشه، لو قفشه لو بعيد مش خلاص ضغط عليه خد الكوره جول في الدقيقه 3. فالدقيقه 3 ادت ارتياحيه للعيبه، ادت ثقه للعيبه، لعيبه النادي الاهلي امبارح تحس ان هو بيلعبوا في مصر، مفيش خوف، مفيش رهبه، في ثقه في الاداء، مفيش اهتزاز، يعني مفيش تشتيت، لا بننقل الكوره وفي ثقه وفي استحواذ. كل هذه الامور زي ما قلت لك امور كلها بتبقى ترجع ان اللعيبه في جاهزيه، والجاهزيه الفنيه والبدنيه بتدي حاجه كويس، ولكن التكتيك لا هو اسلوب مناسب لهذه المباراه. يعني هذه المباراه لان انت لو حطيت نفسك ان انت هتلعب بثلاثه وسط ملعب هتحط نفسك تحت ضغط، هتدي يعني تحت ضغط تقول لك فرقه الوداد ممكن فرقه ممكن. الوداد يعني حتى امبارح لو تلاحظ كل كوارهم طويله، يعني كل كوارهم طويله على راس الحربه باكاي ده، وانا شايف ان مؤهلاته النهارده كمحطه وان يطلع فرقته لا ضعيف، يعني ضعيف، عشان كده كل الكور
حتى بتتلعب طويله كان من نصيب ياسر او ايمن اشرف. عمليه كلها كانت سهله بالنسبه. مش شايف ان ممكن يكون في تغيير في التشكيله خاصه مع عوده العناصر الجديده؟ محمود كهربا دلوقتي دخل، يعني ممكن في المباراه اللي جايه موسيماني يعتمد عليهم بشكل كبير ولا يثبت التشكيله دي؟ هو بيني وبينك انا في رايي التشكيله دي انا شايفها تشكيله كويسه، يعني برضو خلينا نتكلم بواقعيه. مروان محسن بيتحرك كتير، بيتحرك كتير ومحطه، وامبارح برضو يمكن شاط شوطين كويسين جدا على الجول. حسين الشحات في الجنب اليمين بيؤدي دور النهارده، اصل الجنب ده دايما يؤدي دور دفاع وهجوم، والكابتن هاني عارف ان انا دايما بيبقى في ارتباط بين الاثنين، ظهير ايمن والراجل اللي بيلعب في الجنب اليمين قدامه. الناحيه الثانيه كان اجاي برضو وعلي معلول في تفاهم كبير، واجاي بينزل، ده بينزل درجه انه بينزل درجه 6 يارد، ده بيدافع وده بيساعد علي معلول انه يتحرك. لو اجاي حتى دخل كراس حربه ثاني بيدي مساحه لعلي معلول انه يشتغل بارتياحيه. فالحته دي فنيا انا شايف الامور قفشه، طبعا بيلاعب الفرقه وقفشه كويس جدا في حته تنظيم اللعب وتغيير اللعب، عنده رؤيه كويسه جدا. فانا شايف التشكيل ده مناسب جدا برضو حتى في المباراه القادمه. يعني مين النهارده طيب جاي النهارده كويس ولا مش كويس؟ كويس. حسين الشحات كويس، مروان محسن كويس، بس في علامات برضو. يعني خلينا نتكلم بكل امانه، حسين الشحات من اللعيبه الكويسه مميزه، لكن بيتاخد عليه برضو يا كابتن فتحي، واحنا بنتكلم لمصلحه حسين، وحسين يعني عارف بنتكلم دايما للنقد اللي هو عايزين يبقى نقد البناء. بالظبط. عنده يعني بيحط نفسه في مواقف كويسه، لكن اللمسه الاخيره ما بتبقاش مظبوطه. هي الفرصه امبارح، الفرصه امبارح وكان زيها برضو كان في فرصه اعتقد ماتش بيراميدز. فاحنا عايزين لعيب مميز جدا، لكن الفينش لازم يكون افضل، احنا بنتكلم كده للصالح، والاسيست بتاعه كمان يكون افضل شويه، لكن هو مجهوده رائع. يعني هو لا بص هو مجهود يعني هو مجهوده كويس برضو، زي ما قلت لك بيشتغل مع محمد هاني في الجنب اليمين كويس جدا، ولكن يمكن الحته الاخيره دي عايزه تدريب برضو. خلي بالك حاجات الانديفيدوال دي لازم تخصصي، طبعا لازم يشتغل على الجول كتير، ولازم انفرادات، ولازم هذه الامور هتحسن من الحاجات دي. يعني مش هيبقى في رهبه، مش هيبقى في خوف. النهارده يبقى عنده نظريه النهارده سريعه جدا، النهارده انفراد، شايف الجول قافله في الوسط ولا قافله زاويه. النهارده فاكر يا كابتن لما كنت بتاخدني بالنص ساعه علشان الكرات الطويله قبل كاس العالم ده، احنا عارفين كنا هنلاعب ما شاء الله، وكان الكابتن فتحي ياخدني كده ويجيب الحواجز الطويله قوي ديت ويلعب لي كور طويله عشان نبدا. هو ده اللي بيتكلم عليه كابتن فتحي، ان الحاجات الانديفيدوال دي تخصصي، تخصص طبعا بتفرق جدا، بتفرق جدا. محتاجه طبعا حسين في انا اعتقد ان هو لعيب ممتاز، لكن ينقصه الحته الفينشنج، وانه لو كان جاب جون او لو كان جاب جون ما كانش حد قال حاجه. يعني بينه وماك ما كانش حد اتكلم. طبعا لان جوه الكوره كانت سهله وكان انفراد وكان ممكن يزود السكور بتاع النادي الاهلي. بس ان شاء الله يعني ربنا يوفقه، يعني يزود الحته اللي حضرتك بتتكلم عليها ديت، وان شاء الله يكون ودي بتعرف. بص هو لازم يبقى عنده الرغبه، اللعيب نفسه عنده الرغبه، يعني انا بعد ما اخلص تمريني تعالى اشتغل مع اي حد النهارده، حاجات كلها كانت فرط، ودي هتزود مقدرته النهارده في نسبه التهديف. حتى لو النهارده عمل اختراق الحاجات دي كلها وانفراد لازم يسجل. طيب خلينا نروح نشوف مع حضرتك وجمهور النادي الاهلي تقرير عن استعداد الاهلي في مباراه ان شاء الله العوده. ان شاء الله نشوف التقرير ده ونرجع مره ثانيه. مشرفنا النجم الكبير كابتن فتحي مبروك. وضع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي قدما في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما حقق فوزا هاما على الوداد المغربي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما أمس باستاد محمد الخامس بالمغرب في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن الحسم سيكون في استاد القاهرة الجمعة المقبل عندما تقام مباراة العودة بين الفريقين. فقد ألحق الأهلي بفريق الوداد الخسارة الأولى له أمس في ملعبه خلال دوري أبطال إفريقيا منذ 2016، حيث خاض الوداد 22 مباراة على ملعبه في البطولة لم يخسر فيها، كما كانت آخر خسارة للوداد على أرضه في ملعبه أمام الأهلي أيضا.
وكانت ثنائية الأهلي في الوداد على استاد محمد الخامس بالمغرب عملية ثأر مشترك حققها الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي. فقد ثأر موسيماني للأهلي الذي خسر لقب دوري أبطال إفريقيا عام 2017 بعد الهزيمة من الوداد بهدف نظيف في ملعب محمد الخامس. وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليتوج الوداد باللقب ويخطف حلم الأميرة السمراء التاسعة من أحضان الشياطين الحمر. كما ثأر موسيماني لفريقه السابق سان داونز الجنوب إفريقي حيث تم إقصاؤه من الأدوار التمهيدية بدور الأبطال على يد الوداد المغربي عامي 2017 و2019 ليعوض موسيماني بكتيبة الأهلي ما تركه فريق الوداد من أثار سلبية في تاريخ فريقه الحالي والسابق. ويعد فريق الوداد البيضاوي من أكثر الفرق المغربية التي واجهت النادي الأهلي في العديد من المواجهات بدور الأبطال الإفريقي، حيث خاض الفريقان فيما بينهما 9 مواجهات، حقق الأهلي الفوز في 3 مواجهات منها والوداد في مواجهتين فقط، بينما تعادلا في 4 مرات. وكانت أولى مواجهات الفريقين في دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2011، حيث التقى الفريقان في الجولة الأولى بالقاهرة وانتهت المباراة وقتها بالتعادل الإيجابي 3-3، وسجل للأهلي عماد متعب ووائل جمعة ودومينيك دا سيلفا. ثم التقى الفريقان في الجولة الخامسة في المغرب وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، وسجل وقتها للأهلي لاعبه محمد ناجي جدو. بينما كانت المواجهة الثانية بين الفريقين في عام 2016 بدور المجموعات أيضا بدور أبطال إفريقيا، حيث انتهى اللقاء الأول بالجولة الثالثة في برج العرب بالتعادل السلبي بدون أهداف. وفي لقاء العودة بالمغرب نجح الأهلي في تحقيق الفوز بهدف دون رد لمدافعه رامي ربيعة. كما تغلب فريق الكرة بالنادي الأهلي على الوداد 2-0 باستاد برج العرب في الجولة الثالثة بهدفي مؤمن زكريا وجونيور أجايي، قبل أن يتمكن الوداد من تحقيق الفوز في المغرب 2-0 في مبارتي المواجهة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري الأبطال الإفريقي عام 2017. وكانت المواجهة الرابعة بين الفريقين في المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا عام 2017، حيث انتهى لقاء الذهاب باستاد برج العرب بالتعادل 1-1، وسجل وقتها للأهلي مؤمن زكريا، فيما تمكن الوداد البيضاوي من الفوز 1-0 في المغرب وتوج بلقب البطولة. وفي المواجهة الخامسة بالدور قبل النهائي بدوري أبطال إفريقيا فاز الأهلي على الوداد بثنائية نظيفة يوم أمس عن طريق محمد مجدي أفشا وعلي معلول باستاد محمد الخامس بالمغرب في لقاء الذهاب. وفي انتظار نتيجة الحسم في مباراة العودة باستاد القاهرة الجمعة المقبل، على أمل أن يصعد المارد الأحمر للمباراة النهائية للظفر بكأس الأميرة السمراء للمرة التاسعة في تاريخه. بعد ما رجعنا مع حضراتكم وبعد تقرير مفصل عن تاريخ المواجهات بين الفرقتين، طبعا هنرجع للكابتن الكبير الكابتن فتحي مبروك. كابتن، كنت بتكلم مع حضرتك في موضوع الجماهير وكان تأثير الجماهير على ردة فعل الوداد. لو كان في جماهير كان هتبقى ردة فعل اعتقد هتبقى مختلفة، وحضرتك عندك خبرات كتيرة جدا، ويمكن لعبت الأفريقي التونسي ولعبت الرجاء، لعبت الأفريقي والرجاء ولعبت نجم الساحلي والترجي برضو، كل ده في تونس لعبته طبعا تحت ضغط جماهير. ضغط الجماهير برضو بيفرق قوي، ان يعني يبقى في جماهير في الملعب اولا بتدي دايما ايحاء للعيبه ان انتوا النهارده متشافين، ان انتوا النهارده مطالبين بالفوز، فبتحط اللعيبه دايما مش تحت ضغط بقى، إن لا تحط اللعيبه دايما في روح، بتبقى في روح. يعني حتى اداء الوداد امبارح، اداء الوداد النهارده مغلوب، يعني مغلوب 2-0 بعد حوالي 40 دقيقه، مغلوب 2-0 ولكن اداء تحس ان مفيش حد بيشجع، تحس روح الفرقه مفيش. يمكن اثناء المواجهات التاريخيه بين الاهلي والوداد حضرتك كنت اثناء التقرير بتقول انا اول مره اشوف فرق المغرب كده، سواء الوداد او الرجاء، لان حضرتك تابعت النهارده جزء من مباراه شفت ماتش الرجاء والزمالك. ايه من نقاط القوه في فريق الوداد اللي اختفى قدام النادي الاهلي امبارح؟ انا يمكن غير انا يمكن في واحد هو ده محور اداء فعلا اداء الوداد، اسماعيل حداد. اسماعيل حداد اللي بيلعب في الجنب الشمال امبارح، حتى تحس ان هو
الفرقه كلها بعيدا، الفرقه كلها ما تحسيش ان هي في هارموني كده مع بعض، في تكتيك مناسب، في بيلعبوا باسلوب، لا تحس الفرقه بتلعب، عارف اللي بيلعب بارتياحيه وخلاص، مجرد ان النهارده بينقل كوره، ولكن لا روح موجوده ولا اسلوب لعب موجود، ولا حتى تكتيكيا تحس ان الفرقه فعلا بتلعب بتكتيك. عشان كده بقول لك يمكن من اوحش المرات يا كابتن هاني ان اشوف فرقه الوداد المغربي بهذه الصوره. هل دوافع الجماهير عشان الجماهير مش موجوده؟ مش لا ما اعتقدش دفع الجمهور، بس هو اللي يعني مش عارف برضه، يمكن برضه التوقف اللي حصل عندهم بفيروس كورونا والكلام هم كانوا مستمرين يا كابتن. انا في اعتقادي الشخصي الاستعدادات برضه ما كانتش على الصوره زي مثلا الدوري المصري. دوري مصر كل 3 ايام الفرقه بتلعب، في جاهزيه. لا الوداد امبارح انا مش حاسس ان في جاهزيه نهائي. يعني كل كوره حتى كوره طويله راس حربه، زي ما قلت لك مش محطه النهارده يعتمد عليها الوداد النهارده في نقل الهجمه وفي السيطره. لا النادي الاهلي، في فرص كتير جدا تلاقيه مثلا رايح 6 لعيبه ضد 4 الشوط الثاني، 6 لعيبه ضد 4، فهي بتبقى جاهزيه بدنيه وجاهزيه فنيه واسلوب لعب وثقه لعيبه في الاداء، وفي جرأه حتى باللعيبه الاهلي، مفيش خوف. يعني طب والرجاء؟ والرجاء لا بصي الرجاء بطل الدوري، بطل الدوري كنا متوقعين ان هو يؤدي بشكل يعني افضل من من الاداء اللي كان عليه اليوم، فليه برضو بان بالشكل ده النهارده؟ اداء غير متوقع الحقيقه. انا عاجبني بصراحه، يعني انا بتكلم بشفافيه بصراحه، انا عاجبني في الاهلي والزمالك، لعيبه الاهلي والزمالك والجهاز الفني مفيش خوف، يعني مفيش خوف حتى هم بيلعبوا المباراتين، ماتش الوداد امبارح وماتش الرجاء النهارده مع الزمالك، مفيش خوف، ما تحسش اللعيبه متوتره، ما تبقاش قلقه، لا بيلعبوا بارتياحيه. يعني دليل الاهلي امبارح لعب بارتياحيه زي ما قلت لك، زي ما يكون بيلعب في استاد القاهره بالظبط، عمليه استحواذ، عمليه نقل الهجمه، عمليه الدفاعين كويس، هجومين كويس، كل هذه الامور، زي ما قلت لك ان دايما الجزء البدني بيساعد، الجزء الفني بيساعد. فرقه الوداد امبارح تحس ان بره اللعبه، النهارده الرجاء يمكن ممكن تكون ايجابياته اكتر من الوداد، انه بيمسك كوره وبينقل برضه وبيوصل لمرمى الزمالك، ولكن برضه تحس ان اداء الزمالك فيه ثقه، يعني فيه ثقه، مفيش بقى مفيش ضغط جماهيري زي ما الكابتن هاني، مفيش الضغط الجماهيري، مفيش كل هذه الامور. بس انا ليه وجهه نظر كمان ان من العوامل اللي ادت ان الوداد بهذا المنظر اعتقد الهدف المبكر، وكمان اداء النادي الاهلي. خلي بالك احنا كنا برضه ساعات في وقت من الاوقات ان احنا بنحرز هدف بره ارضنا وتلاقي الفرقه راح راجعه ومستنيه الفريق الثاني والدافع. النادي الاهلي بعد اضافه الهدف لا كان في امتلاك استحواذ للكوره بشكل كبير جدا، كبير طبعا، وخلق فرص، وده كمان ادى كمان انطباع للاعيبه الوداد ان النهارده لا انتوا مش يومكم، وبالتالي كان برضو اثر دوت على الجزء المعنوي والجزء الفني للفريق الوداد. ما فيش شك ان كمان النادي الاهلي كان ليه دور انه كمان يحبط اداء الوداد بشكل كبير. احنا انت عارف يا كابتن فتحي لو كنا بنروح نلعب في المغرب ولو احنا جبنا جول بنبتدي نرجع ونخاف، ولكن النادي الاهلي كان ليه دور كبير جدا انه كمان انه يخلي صوره الوداد بهذا الشكل. يعني هو بص انا زي ما قلت لك كابتن هاني، يمكن انا مؤمن بحاجه، انا اتفرجت على الماتش كويس جدا وتحليل فني كويس، ان فرقه الرجاء زي ما قلت الوداد امبارح، الوداد بعيدا عن المستوى، انا زي ما قلت لك يعني مع احترامي طبعا للمدير الفني تمام، مفيش اي اسلوب لعب، مفيش تكتيك معين، مفيش النهارده حاجه النهارده تحس ان هي ملحوظه داخل الملعب، لا زي ما قلت لك اللعيبه بتلعب، كل واحد بيلعب حسب هواه، كل واحد النهارده الحاجات الانديفيدوال النهارده المهاره بتاعته بيستغلها النهارده، فعليا لا يدير يعني يعني كل هذه الامور يعني تحس وسط الملعب وداد فاضي، الاستمارات في منتهى البطء، يعني الاستمارات في منتهى البطء، بدليل النادي الاهلي الشوط الثاني، الشوط الثاني راح لو استثمر الفرص دي كان ممكن يكسب 4-5. ده حقيقي، كان يكسب 4-5. النهارده الزمالك في فترات النهارده عمل بقى اللي انت بتقول عليه، ابتدى يتراجع، ادى فرصه لفرقه الرجاء ان هي تستحوذ، وفرقه الرجاء يعني في 5 دقائق يا كابتن حوالي 4-5 كورنا عن الزمالك، 4-5 كورنا في 5 دقائق في الشوط الثاني. فالنادي الاهلي ما عملش كده، النادي الاهلي برضه ابتدى يضغط من قدام، ابتدى النادي الاهلي وفرص وينقل من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه بسرعه، بدليل ان انت لو جبت لقطات من المباراه تلاقي النهارده اول ما تتقطع تلاقي في سبرنتات طالعه من الجناب، محمد هاني وعلي معلول وحسين الشحات كله بيطلع النهارده سريعا جدا. النهارده غير كده بقى، يعني النهارده غير كده، الزمالك اما ابتدى يتراجع شويه ادى فرصه
للرجاء ان هو يستحوذ ويوصل لمحمد ابو جبل. ياسر ابراهيم وايمن اشرف ظهر يعني ظهروا بشكل لائق جدا، شفتهم ازاي امبارح في المباراه؟ هو طبعا بصي دائما اذا كانت زي ما قلت لك الجانب الهجومي، الجانب الهجومي لفرقه الوداد النهارده مش، والوداد وصل امتى للجول؟ عارف وصل امتى؟ ضربه الجزاء. ضربه الجزاء يعني دي الحاجه الوحيده، وما كانتش ضربه جزاء ولا فيها شك 1% ان دي ضربه جزاء. ما وصلوش لمرمى النادي الاهلي، ما وصلوش لمرمى النادي الاهلي. فدائما الاستبارات اما بتلاقي حتى راس حربه ممكن يكون عنده ميزه السرعه ولكن مش لعيب كوره. يعني ميزه السرعه النهارده انا لو استبارات والنهارده مدير فني هقول للكابتن هاني خلي بالك راس الحربه سريع، خد لك خطوتين ثلاثه ورا عشان لو اتلعب الطويله تقدر انت تسبق. فكل هذه الامور انا شايف ان ياسر عملها وايمن اشرف عملها، عملوها كويس عملوها كويس جدا. لازم قلت لك راس الحربه بكايدا مش لعيب النهارده يقلقك، ما عندوش النهارده حته المهريه ان يستلم ويلف لا ما عندوش دي، هو عنده طول. ولكن زي ما قلت لك ايمن وياسر ابراهيم كانوا الاثنين مميزين بدليل ان ما فيش اي هجمات فيها خطوره على مرمى النادي الاهلي. وده طبيعي يا كابتن كمان بينقلنا لادوار وسط الملعب، لان دايما حضرتك عارف وحضرتك مدرب كبير ان كمان اللي بيخفف الضغط على السردباكين هو الضغط الامامي شويه، وعمرو السوليه مع ديانج وفي الشوط الثاني عمرو السوليه مع حمدي فتحي قاموا بدور الاستحواذ على الكره الثانيه، بمعنى ان لو هم لو الكره الطويله بتطلع اولا بيبقى عندنا بترد لحد من وسط ملعبنا بالظبط، يبقى الريباوند دوت موجود في وسط الملعب. فاداء ايمن اشرف على مستوى حتى على مستوى التغطيه العكسيه على مستوى كان اداء رائع، وده ساعده ان لما بيطلع الكره بتنزل لواحد من وبعدين يا كابتن هاني في نقطه مهمه جدا، يعني في وقت حتى لو رجعت لشريط المباراه تعالى بص هل فرقه الوداد ضغطت النادي الاهلي من قدام؟ مش قادرين يضغطوا لا. هل زي ما قلت لك النهارده حط النهارده المدير الفني النهارده حط الراجل فريكو ده مع حد تاني يضغطوا على الاستوبارين على ايمن اشرف؟ ما عملش ده، كان بيتراجع لقدام الدايره، فادى ارتياحيه النهارده ان ياسر ابراهيم وايمن اشرف يبنوا هجمه ويلعبوا بارتياحيه لعلي معلول لمحمد هاني الاستحواذ بعمليه الاستحواذ اللي بقول لك عليها دي مع عمرو السوليه. ديانج طبعا كان النهارده كان امبارح عنده شق هجومي كمان كويس، يعني عمرو السوليه مستني داخل ديانج. رؤيتك في تغييره يا كابتن ايه؟ رؤيتك في تغيير ديانج كان قرار صحيح من هو الا هو برده ممكن يكون بوصلها بفكر ممكن هيحتاج حمدي فتحي، لان هو لعب حمدي فتحي الماتشات الاخيره ايه؟ كان بيلعب ستوبر، فممكن يكون وارد قوي في فكره ان اذا الوداد يبتدي يضغط ويلعب كور طويله ويحط راسين حربه وي هيقدر يستغل حمدي فتحي كاستوبر ثالث، مفيش مشكله كاستوبر ثالث يدعم حته الدفاع برده. ما كانش خايف من الانذار الثاني مثلا لما خرج ديانج على اساس عشان الانذار الثاني ممكن انا بقول لك دي ممكن وجهه نظر، زي ما قلت لك خوف ان ديانج ياخد انذار ثاني يطرد، ممكن يكون وارد ان حمدي فتحي مميز في حته زي كده يستغله كاستوبر ثالث، يقدر يستغله في الحته الدفاعيه اذا كان هناك هجوم شرس لفرقه الوداد. ضم صالح جمعه للفريق مره تانية بعد استبعاده لفتره طويله في يعني تحت قياده فايلر، بتشوف النهارده عودته ازاي؟ بصي صالح لازم يستفاد من اي موقف داخل النادي الاهلي، لازم يستفاد من اي موقف داخل النادي الاهلي. اذا كان استبعد لازم يفكر، يقعد يفكر استبعد ليه. يعني يعيش، لازم يعيش ايه الكره القدم النهارده. اللعيب لازم يتجاوب النهارده، يتجاوب مع المدرب مع المدير الفني، لازم يتجاوب مع الجماهير، لازم يتكون مع كل شيء. انت النهارده داخل النادي الاهلي ده يعني النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا لاي لعيب، واي لعيب يمكن الكابتن هاني يعرف اي لعيب في مصر يتمنى انه يروح النادي الاهلي. منظومه كده رائعه. فصالح النهارده اذا كان بره 18 لازم يقول ليه ويستفاد ويحاول بقدر الامكان يصلح. هو دلوقتي الحمد لله برضه يمكن صالح الفتره اللي فاتت دي ابتدى يتمرن كويس، ابتدت فيه ثقه موسيماني طبعا فيه، ودي بتدي ارتياح بقى للعيب ان هو يشتغل ويبتدي يخش في التشكيله، يبتدي ياخد 10 دقائق، يبتدي ربع ساعه. وهو في مباراه الدوري خد برضه توقيتات كده، خد حوالي ربع ساعه في الماتشات، ربع ساعه في ثلث ساعه، وان شاء الله الفتره اللي جايه، لان صالح من اللعيبه الكويسه، يعني من اللعيبه الكويسه برضه اللي عنده رؤيه كويسه، بيقدر يسدد، بيقدر برضه عنده اختراقات كويسه، الحاجات الفنيه عنده لا حاجات كويسه ما نقدرش، ولكن هو برضه لسه ما استفادش منها.
ما استفادش لانه ما استفادش لانه بقى له فتره كبيره فتره كبيره بعيده، ولكن هو لما يبتدي يدخل في ماتشات هتلاقيه عالي ان شاء الله. ومن خلال اعتقد بالنسبه لصالح من خلال يمكن الاسبوعين اللي فاتوا ان يمكن بدا يشاركه، وكان في بعض التدريبات الخاصه لصالح جمعه، وكان في محادثه خاصه ما بين موسيماني وصالح جمعه في الامور الفنيه وازاي يوصلوا الفورمه، فدي اكيد هتدي ثقه للاعب نفسه، وكمان الدفع بيه في خلال مباريات ان شاء الله ممكن يكون المباريات اللي جايه ممكن يكون صالح ليه دور، لكن زي ما انت بتقول يا كابتن فتحي هو كمان عليه دور الاكبر طبعا. يعني الدور الاكبر اذا كان فيه اهتمام من المدير الفني النهارده، بيتعامل النهارده كوحده تدريبيه خاصه لصالح جمعه النهارده عشان يرفع مستواه البدني والفني، دي حاجه ايجابيه. فالحاجه الايجابيه لازم استفاد منها كلاعب، ده انا لازم بقى يعني اما اجي هتمرن نص ساعه، لا ده انا اتمرن ساعه، وانا اللي اطلب من المدير الفني ان يحدد لي حد النهارده يشتغل معاه، سواء بقى النهارده عايز يشتغل قوه في الجيم، عايز يشتغل سرعات، عايز يشتغل حاجات على الجول، كل هذه الامور لازم اللعيب يستفاد، لازم اللعيب عشان تدي حتى ايحاء للمدير الفني ان انت عايز ان انت جاد ان انت عايز تفرق قوي ان في واحد خلاص مجرد الوحده التدريبيه بيخلص بيلبس بيروح، وفي واحد تاني عايز النهارده يقول للمدير الفني ان اهو انا عايز زياده، انا عايز اقف على رجلي، انا عايز اتمرن، انا عايز اشترك في المباراه، فده بيدي حاجه كويس للمدير الفني. هنروح مع حضرتك وجمهور النادي الاهلي لاخر فاصل في البيت الكبير، ومره تانية نكمل مع حضرتك. لا شك أن الفوز الذي حققه الأهلي على نظيره الوداد المغربي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بملعب محمد الخامس غال وثمين، لا سيما أنه خارج الديار وأمام منافس من العيار الثقيل، لكن ذلك الانتصار رغم أهميته الكبرى وتأثيره المعنوي على الجميع لم يضمن تأهل الشياطين الحمر بعد للمباراة النهائية، لأن هناك شوطا آخر يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة سيكون شاهدا على الحسم، ولأن كرة القدم لا تعترف سوى بالجهد والعرق داخل المستطيل الأخضر، فإن بيتسو موسيماني المدير الفني القدير للأهلي طالب لاعبيه بإغلاق ملف مباراة الذهاب والتركيز فقط على لقاء العودة والعمل على الفوز بها للتأهل عن جدارة واستحقاق. وعكف المدرب الجنوب إفريقي على الحديث مع لاعبيه منذ نهاية المباراة مؤكدا لهم أن الأهلي لم يتأهل بعد، وأنهم انتصروا في جولة ويتبقى جولة حاسمة في الإياب تتطلب مزيدا من الجهد والعرق، لأن كل مباراة لها ظروفها، لذلك أكد على غلق تلك الصفحة والتركيز في المباراة القادمة، ومنح الجهاز الفني لاعبي الأهلي راحة لمدة 48 ساعة بعد العودة من المغرب صباح اليوم، على أن يستأنف الفريق التدريبات عصر الثلاثاء المقبل على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمباراة الحسم باستاد القاهرة الملقب بملعب الرعب. وبدأ بيتسو التجهيز للقاء المقبل من خلال الوقوف على آخر التطورات بشأن بعض اللاعبين مثل محمد مجدي أفشة الذي يجري أشعة على الضلوع بعدما تعرض لكدمة، إلى جانب إجرائه أشعة أخرى على العضلة الخلفية بعد شكواه من إجهاد بها. كما يطمئن الجهاز الفني على مروان محسن حين العودة للتدريبات بعد تعرضه لإجهاد في عضلة السمانة، في حين يخضع كهربا لفحص طبي لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية بعدما اكتفى خلال الأيام الماضية بتدريبات علاجية عقب شكواه من آلام في العضلة الخلفية. اهلا بحضراتكم مره تانية كابتن فتحي. من خلال التقرير اللي فات دوت، في طبعا اكيد موسيماني بيقول لهم لا يعني احنا لسه ما وصلناش للنهائي، وعايز اخد راي حضرتك في التحضيرات اللي قبل المباراه بالنسبه لدخول عناصر جديده، شايفين قفشه ممكن يكون عنده مشكله، رؤيتك الفنيه بالنسبه للمباراه التانية ايه، وتعليق موسيماني وتحضيره للمباراه. لا وموسيماني طبعا يعني اي مدير فني في الشوط الاول دايما يقول لك ان احنا كسبت الشوط الاول لسه عندي جوله ثانيه، دي حاجه واقعيه اي مدير فني بيقولها، ولكن بعد فوز على الوداد في المغرب وتيجي تقول للعيبتك كده، يعني انت النهارده بتحسس برضو لعيبتك لسه ان احنا ما وصلناش للنهائي، لا احنا عملنا شوط ولسه شوط ثاني في القاهره ان شاء الله يوم الجمعه، فدي طبعا بتبقى حاجه بتحسب للجهاز الفني، بتحسب ايضا
لمسؤولي النادي الاهلي دائما ان النادي الاهلي زي ما قلت لك بيبقى عنده حساسيه الماتشات. النهارده ما بقاش النهارده الفرح وزياده عن اللزوم ويخرج، لا النهارده عندي شوط ثاني فعلا يوم الجمعه مع الوداد. فكل هذه الامور انا شايفها امور ايجابيه بتحس المدير الفني لعبته ان لا لسه لازم نركز ولازم نكسب المباراه القادمه ان شاء الله اللي هي يوم الجمعه القادم ان شاء الله. بالنسبه طبعا للعيبه، يمكن التقرير قال على بعض اللعيبه يمكن قفشه وكهربا ومروان في اصابات، دي حاجه دايما متوقعه من ضغط مباراه الدوري زي ما قلت لك، من برده يمكن ممكن يكون حصل احتكاك برده زي مروان امبارح في احتكاك، يمكن برده في لعبه كان في تاكلنج على رجليه. فكل هذه الامور بتستثمر ان انت النهارده بتدي 48 ساعه راحه للعيبه، حاجه ايجابيه تديله يومين راحه عشان ضغط المباراه كمان بتاع الدوري، فتدي 48 ساعه والنهارده مفيش مش هتتلعب ماتشات دوري في خلال الفتره دي مش هتلعب، ودي حاجه كويسه يشكر عليها طبعا اللجنه الخماسيه. فبتدي يومين راحه، بتدي الحد والاثنين، وبتدي 3 و4 وخميس والماتش الجمعه، يعني عندك حتى لو 3 و4 النهارده الحمل كله يبقى شغال. حمل ايه؟ حمل متوسط، مفيش حمل عالي. النهارده كلها هتلاقي جوانب كلها تكتيكيه، ضربات ثابته، حاجات كلها النهارده، لان اللعيبه دلوقتي وصلت للتوب فورم، مش محتاج النهارده محتاج النهارده بعض العناصر ممكن يبقى في عنصر لياقه، عايزين شويه لياقه، عايزين شويه شغل على الجول جامد وحاجات من دي عشان يقف بيه في المستوى الفني والبدني. ولكن الفرقه وتشكيلها لا، انا شايف ان هو يبقى التمرين هتلاقيه زي ما قلت لك متوسط، ما فيهوش اي اجهاد على اللعيبه. فاذا كان هناك بعض الاصابات وبعض الحاجات اللي ممكن دي ممكن بقى استشفى طبعا وعلاج ومساج والحاجات دي كلها، هتلاقي اللعيبه دي ان شاء الله كلهم كويسين ان شاء الله. عايز اتوقف مع حضرتك عند علي معلول والاداء المهاري، خاصه هو بيسجل ضربه الجزاء اللي اداها الحقيقه بشكل مهاري جدا، وحسيت قد ايه عنده روح الفانيلا الحمراء. دايما علي بيثبت لنا انتمائه الشديد للنادي الاهلي وروح النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي فعلا متمثله في علي معلول. هو حضرتك النهارده اما نيجي كل الناس يعني كل جماهير مصر بقى، عشان انا بقول لك مش جماهير الاهلي بس، كل جماهير مصر، مين احسن ظهير ايسر في مصر؟ مين بيقولوا مين؟ علي معلول. فهو النهارده اللعيب بيحس النهارده بنبض الناس ونبض الشارع المصري، احسن واحد النهارده علي معلول. فعلي معلول جه النادي الاهلي في ارتياحيه في المكان، مفيش منافسه، يعني حتى المنافسه في المكان ده هتبقى برضو ايه، يمكن احمد فتحي لعب الماتشات الاخيره لما كان علي في تونس، لعب احمد فتحي ظهير ايسر. فعلي معلول في المكان ده بيجيد تسديدات، بيجيد اوفرات حلوه جدا، بيجيد ايضا ضربات الجزاء، لان هو بيبقى عنده في اللعيب اللي بيخش على ضربات الجزاء ده الكابتن هاني يعرف ان لازم يبقى هادي، ما يبقاش النهارده عصبي، ما يبقاش النهارده متوتر. لا، علي معلول امبارح سجل ضربه الجزاء، وبعدين دي ميزه فيه ان هو باصص على احمد صبري الجول. يعني باصص النهارده اللعيب اللي بيخش يشوط ضربه جزاء ده لازم يبص للجول، يعني شوف النهارده قبل ما احط رجلي شوف حركه الجول، لان هو شاف الجول احمد اتحرك شمال حطها يعني بارتياحيه. فكونه انه يحط الحته دي يبقى النهارده في ثقه، في ارتياح النهارده وداخل يشوط جزاء. عشان كده حتى المدير الفني موسيماني النهارده بيدي الاولويه دائما لعلي معلول في احرز ضربات الجزاء. فعلي من الناس اللي فعلا الفتره اللي فاتت كان ليها دور مؤثر جدا جدا في الشق، مع ماتشات من مع المنتخب في الشق الهجومي طويلة. يعني في الشق الهجومي مع النادي الاهلي هايل امبارح، في الشق الدفاعي كمان هايل كويس جدا، تغطيات كويسه جدا هو محمد هاني. فطبعا ده بيبقى جزء كبير جدا من ثقه اللعيب في نفسه وفي الفرقه اللي بيتعامل معاها، بيتعامل مع نادي اهلي بيتعامل مع نادي اهلي. النهارده النادي الاهلي بياخد بطوله دوري، بيشتغل على المجال الافريقي، النهارده بيشتغل مع الوداد. كل هذه الامور بتدي ارتياحيه ومعنويات عاليه جدا للعيب. ورجعنا لكلمه الثقه، وهاخد من كلمه الثقه نرجع لمروان محسن. مروان محسن كمان من اللعيبه اللي استعادوا اخيرا الثقه في نفسهم خلال يمكن اربع مباريات او ثلاث مباريات الدوري، وبدا يظهر بمستوى جيد جدا. برضو اخد راي حضرتك في مروان واستعاده الثقه مروان واعتماد النادي الاهلي عليه في الفتره اللي جايه مع بادجي، ولا ممكن جدا النادي الاهلي يكون يحتاج كمان سترايكر جديد؟ يعني برضو رؤيتك الفنيه لمركز راس الحربه متمثله في مروان بعد استعاده الثقه فيه واجاده واحراز الاهداف وكمان بادجي. هو طبعا بص، مروان يمكن مر بفتره انا كنت بعذره جدا، يعني بعذره جدا لانه كان محطوط في ضغط غير عادي. يعني معلش انا بتكلم برضو بتحيي، ارجو ان جماهير النادي الاهلي ما تزعلش مني، لان جماهير الاهلي ما كانتش متقبله مروان بالصوره العاليه قوي.
يعني كان النهارده مروان يعني الناس بتبقى قلقه منه، ده بيضيع فرص، ده مش عارف ايه، ده ما بي ايه كلام من ده. ولكن مروان في الفترات اللي بيلعب او فترات اللي كان بيلعب جزء من المباريات بيثبت، يعني ممكن يسجل لك جول. يعني انا فاكر مع الجوله، مع الجونه لعب ماتش وسجل هدف رائع في الدقيقه 93 في مع الماتشات اللي بقى ابتدى يلعبها اساسي. لا انا شايف ان مروان ابتدى الكيرف الفني يعلى، فالنهارده بقت حتى جماهير الاهلي النهارده بقت عندها ثقه فيه، عندها ثقه فيه. فاللعيب دايما لما بيتحط تحت ضغط ان هو ضيع فرصه سهله تلاقي الناس بتتكلم، وخصوصا راس الحربه. راس الحربه لما ضيع فرصه طبعا الناس بتتكلم عليه، يعني الناس بتقعد تتكلم بتبقى تتكلم عليه. ولكن هو دلوقتي انا شايف ان هو في حاله كويسه، يعني حتى في استقرار نفسي عنده. يعني هو حتى بتلاقيه حاسس بينزل الملعب، تحسي حتى في الملامح، في الملامح وشه ان في مرتاح، مفيش العصبيه، مفيش العصبيه، ومش مكشر، مش متضايق. لا حتى هو خارج امبارح بالرغم التغيير في ارتياحيه، لانه ادى يعني ادى، وقف امبارح كانت محطه كويسه، سدد كورتين على الجول كويسين جدا، وتحركاته بقى كويسه النهارده، بيقف على الكره كويس، بيطلع الناس كويس. فكل هذه الامور يعني الكيرف الفني الحمد لله بيزيد. فمروان مع بادجي مع اجاييه ساعات بيورجوا بيخش راس حربه، بيخش راس حربه، فثلاثه موجودين. الا اذا تطلب الامر بقى المدير الفني موسيماني طلب حد كمان راس حربه. يعني في اول كلام حضرتك كنت بتعلق على ركله الجزاء الغير صحيحه للوداد، شفت حكم مباراه الاهلي والوداد امبارح ازاي؟ لا هو بصي يعني هي لا امبارح بيني وبينك يعني حكم كويس، ما نقدرش نظلمه. ولكن ضربه الجزاء انا كنت شايفه ان ما فيش اي حاجه، لان الشناوي راح حاولات حسبت دي رؤيه بقى حكم، يعني رؤيه حكم، وبعدين راح للفار كمان، راح للفار فما اعرفش. وده الشناوي حاطط يا دوبك طلع وركبته التاني راح. انت عارف يا كابتن كان في زاويتين، في زاويه تقول مش ضربه جزاء خالص، يعني في زاويه انا بتفرج على الماتش، في زاويه هو الراجل اللي داخل في بالظبط اللي هو الشناوي. يعني الشناوي بيعمل التاكلينج بس ما لمسوش، هو اللي داخل في الشناوي. ده الشناوي مش تاكلينج، ده الشناوي عارف التاكلينج، هو ملمس. لا مش لا هو لازم تبقى رجليه، لازم تبقى رجليه. لا لا انا بتكلم رجليه ركبته مش رجليه مفروضه، وعامل كده وحتى رافع ايه وعمل كده. انا شايف ان ما فيهاش ضربه جزاء نهائي نهائي. يعني انا استغربت مش ضربه جزاء، انا استغربت ان في زاويه ثانيه ممكن الحكم يكون خدها. بس اللي لاحظته بقى ان هو مثلا انذار بتاع ديانج، انذار ديانج ده ملوش اي دعوه بالانذار نهائي، فاول عادي في نص الملعب يا كابتن، ولسه يعني ولا في تاكلينج ولا فاول عادي، فمجرد ان يديله انذار ده كان انا بصراحه قلقت، هي واطمنت ان هو بصراحه يعني بين الشوطين اتغير. بص يعني حكم امبارح والحكم النهارده كل الانذارات في حته وسط الملعب، تخيل في وسط الملعب، في وسط الملعب كل الانذارات اللي اتاخدت امبارح والنهارده كلها تلاقي وسط الملعب، كلها وسط الملعب. لكن حضرتك شايف ان التحكيم يعني امبارح كان كويس، والنهارده كمان كويس جدا 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 كمان. يعني الحكام بصراحه الافارقه، لا ما تقدرش تقول النهارده عشان المباراه بره ومش عارف ايه بينحاز للفرقه لا لا لا، الحكام فير جدا جدا ومميزين. النهارده الحكم مع برضه ماتش الرجاء والزمالك حكم فير جدا جدا فوق ما تتخيل. يعني وكان في عليه جدل كبير قوي قبل المباراه بتاعت امبارح، وجابوا تاريخه واتكلموا عن قضايا يمكن يعني تورط فيها ومباريات تورط فيها، بس هو يعني الناس كانت متوقعه انه يعني انه بعد احتساب ركله الجزاء للوداد مع الانذار لديانج الناس حست ان هو لا يعني متحامل شويه على فرقه النادي الاهلي. لا لا انا والله بجد انا يعني بقول لك، لكن حضرتك شايف انه لا لا يعني انا شايف لا لا زي ما التحكيم كان والتحكيم كويس. النهارده خلي بالك اذا ما اثرش، اذا ادم ما اثرش تاثير قوي عليك خلاص النهارده الامور بتمشي. هو النهارده كمان الحكم بيبقى فيه ارتياح، مش واحد تحت ضغط جماهيري. عارفه بقى لو واحد تحت ضغط جماهيري هتلاقيه كهرب، وهتلاقيه النهارده عصبي، وهتلاقيه النهارده ممكن يبقى النهارده في حاجات يحسبها عشان يرضي الجماهير. ولكن ما فيش جماهير فتحس فيه ارتياحيه، بياخد القرار وهو النهارده خلاص ما بيهموش اي حاجه، محدش هيقدر يقول له حاجه. لا وكمان يا كابتن ونقطه برضو كمان انه دلوقتي الحكم عليه فوكس ومراقبه كبيره جدا. طبعا اولا الفار موجود، ثانيا كمان هم كانوا عاملين معسكر هنا في القاهره، في القاهره والمراقبه والتقييم بناء على تقييم والاختيارات كمان كانت بتتم قبل المباراه بيوم ما بيعلنش عنها مثلا باسبوع بخمس ست بيوم.
عشان برضو الناس ما يجيش بقى المسار والجدل واصل ده كلمه ده كلمه، لا ده قبله بيوم الحكم وترتيب الاوراق. طبعا الحكم بيعرف انه هيدير لقاء الاهلي والوداد، هيدير لقاء الزمالك والرجاء، فكل حكم النهارده بيبقى عارف. كابتن هاني كان بيتكلم يمكن مع كابتن، كنا بنتكلم يعني مع كابتن محمد جوده، فبيقول يعني حضور الجمهور بالذات في المغرب، يعني طبعا هو حضور صعب جدا وممكن ينقلب على الفريق لو خسران، وده فعلا يعني يمكن اللي شفناه امبارح من الوداد انه خسر المباراه. يمكن الجمهور لو كان حاضر وانقلب على الوداد كانت دي ما كانتش هتبقى في صالحه ابدا. حضرتك اتعرضت الموقف قبل كده، بتقول قابلت فرق على المستوى الافريقي، يعني شمال الافريقي كتير، مغرب جزائر تونس كذا، تعرضت لحاجه زي كده ان انتوا مثلا كنتوا طالعين كسبانين في ماتش فالجمهور انقلب على الفريق اللي هو رايح يحضر له اصلا؟ يعني انا مثلا تجربي مع وانا ماسك الفريق الاول كان في الافريقي التونسي، الافريقي التونسي عملت مباراه رائعه والله العظيم يا كابتن، عملت مباراه رائعه ووصلنا لضربات الجزاء الترجيحيه، وكان شريف اكرامي اصيب وكان احمد عادل عبد المنعم كان اللي هو نزل والله، وخدت الولد على جنب في الدايره كده، وطبعا لسه طبعا موقف صعب، قلت له بص هتكسبنا هذه المباراه، احمد عادل عبد المنعم يعني لحد يومنا هذا يفتكر، قلت له هتكسبنا هذه المباراه، ونزل وقلت له خلي عندك ثقه وكسبنا هذه المباراه. ولكن الجماهير الافريقي يعني حقيقي ناس محترمه جدا والله العظيم، بعد المباراه شجعوا النادي الاهلي. طبعا شجعوا النادي الاهلي، وانت كنت معانا في الجزائر لو تفتكر ماتش اللي هو بتاع الوصول لكاس العالم، الماتش اللي اتعادلنا 0-0، جماهير الجزائر عملت ايه؟ شجعت منتخب مصر. ما ده اللي قلت لك عليه، شجعت منتخب، سقفت لمنتخب مصر. فكون الجماهير النهارده ممكن كابتن فتحي انت كنت بتقول لنا كده، تقول لنا لو كسبتوا الجماهير بادائكم واحنا بنلعب مثلا في المغرب او بنروح الجزائر بتبقى تشجعنا. انا بقول لك لو نقلنا نقلتين كده وجبنا فرصتين ممكن جدا الجماهير دي تقلب على فرقتها. تقلب على فرقتها. تقلب لو انت عندك استحواذ وماسكه الكوره وفي ارتياحيه، تقلب على فرقتها وتشجعك انت. احنا بعد مباراه الجزائر يمكن الجماهير الجزائريه كلها شجعت منتخب مصر. الافريقي التونسي طلعت زي ما قلت لك كسبت بضربات الجزاء، شجعت النادي الاهلي وشجعت فرقه النادي الاهلي وبقت سقف لفرقه النادي الاهلي. الله. فده شيء طبعا زي لو كنا بنتكلم ان سلاح، طبعا الوداد خسر سلاح وسلاح اساسي هو جماهيره، جماهير لكن كمان انا كنت بقول يا كابتن فتحي لو النادي الاهلي بيلعب وحتى لو في جماهير والنادي الاهلي بهذه السيطره وبيجيب 2-0 اعتقد كمان جماهير الوداد كانت هتشجع النادي الاهلي في وقت من الاوقات، لان ده احنا شفنا ده بنفسنا في وقت من الاوقات. يعني دايما بص الجماهير بيبقى عندها حس حلو، ما بتحس ان الفرقه بتلعب وبتسيطر وبتجيب اهداف وحتى لو في ملعب الجماهير نفسها، لا الخصم النهارده بيجيد انت بتستمتع. يعني الجمهور رايح ليه؟ يا يعني اما يشجع فريقه، يا اما رايح يستمتع بالمباراه، يا اما يستمتع بمباراه النهارده فيها جوال، فيها حاجات كويسه بتتعمل، فالجماهير بتبقى سعيده. يعني بقول لك الجماهير الجزائريه في عز الوصول لكاس العالم 90 شجعت منتخب مصر، الافريقي التونسي وخرج من البطوله شجعت النادي الاهلي. يعني كل هذه الامور انا شايف تبقى امور ايجابيه من الجماهير، جماهير الخصم كانت حاجه ايجابيه، ولكن ساعات بتعود بالسلبيه على فرق. صحيح. بتعود بالسلبيه بقى الاستعجال والضغط عليهم والامور دي كلها، وممكن وارد جدا تشتم لعيب، اللعيب ده خلاص خرج عن مود، خرج عن تركيز بقى خلاص، يعني مفيش. الماتش الجاي كام ان شاء الله؟ يعني بصي انا يمكن اذا المدير الفني فرقه الوداد اذا لعب بهذا الاسلوب والشغل اللي انا شفته امبارح ده، لا النادي الاهلي معلش مع احترامي طبعا للجميع، النادي الاهلي ممكن يكسب 3-4. جاهزيه لعيبه الوداد لسه مش جاهز، لا فنيا ولا بدنيا، تقدري تقولي واقفين على رجلهم. وفينا الرجال اللي بقى لو اشتغل على الزون ديفنس على دفاع منطقه والكلام من ده، ولكن برضه هيدي فرصه للنادي الاهلي، للنادي الاهلي يقدر من خلال الاجناب، من خلال الشغل، من خلال حاجات كتير قوي تكتيكيه، لا هيقدر النادي الاهلي خلاص كده. يعني مش عايز اقول لك الناس بتقول لك شوط تاني، ولكن النادي الاهلي المكسب 2-0 هيديله ثقه في الاداء، وهيديله ثقه كمان ان هو يقدر يحرز هدف واثنين وثلاثه هنا.
ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي قادر. فخلينا نتكلم برضو الناحيه الفنيه شويه. تفتكر ان ممكن وجبت سيره الاجناب والاطراف بيبقى سلاح كبير جدا للنادي الاهلي في مباريات كتير، دور وليد سليمان تفتكر ان ممكن يكون وليد سليمان ليه دور في المباراه اللي جايه هنا في القاهره؟ لا بص يعني برضو عشان انا اتكلم يعني اتكلم شوف وليد وليد من اللعيبه الكويسه جدا، من اللعيبه اللي بينزل بيعمل روح داخل الفرقه، من اللعيبه المتحركه، يعني اللعيب المتحرك تلاقيه حتة الهجومية متحرك في اليمين وفي الشمال وبيتطلب منه حسب ما تطلب منه بيشتغل يعني. وبعدين في نفس الوقت هداف يعني ما تيجي تبص في مستوى النهارده هدافين مستوى هدافين الدوري النهارده او النادي الاهلي النهارده جايب نسبه تهديف كويسه. فوليد من اللعيبه اللي بتجيد، وليد اصبح النهارده يمكن بيمثل الحاجه النهارده اللي تقدر تحتاجها وبتلعبه، تقدر تحتاجه وبتلعبه وبيجيد بينزل يعني في وقت لعب طبعا في وقت لعب 10 في وقت لعب طرف يمين وبينزل بقى ايه يعني بينزل تحس ان هو شعله من الحركه والنشاط، لان هو طبيعه شخصيه اللعيب كده، شخصيه وليد كده، ما بيهموش انه قاعد احتياطي، ما بيهموش دي، ويهمه النهارده انه ينزل يعمل الشق اللي اتقال له عليه من المدير الفني ويبدع وممكن يسجل. فوليد من النوعيه دي. طبعا اذا كان هناك زي ما قلت لك الماتش اللي جاي وارد جدا انه ممكن يبتدي وليد، وارد. كنتش متوقع نزوله يعني خروج حسين مثلا شحات بدل احمد الشيخ كان ممكن يكون وليد سليمان ممكن يكون كان يدي لأن شويه، لان ده دايما فكر موسيماني، يعني دايما فكر موسيماني تلاقيه وليد في التغييرات نمبر 1 عنده، يعني وليد دايما في الماتشات اللي فاتت حتى تلاقي وليد نمبر 1 وهو التغيير عنده. فممكن يكون كان ليه رؤيه بقى في حته النهارده رؤيه فنيه مختلفة. رؤيه فنيه. كابتن فتحي في دقيقتين كلمتك الاخيره تحب توجهها للعيبه ولا للجمهور؟ لا انا بصي هنا وديها هنا طيب. لا يعني بصي اللعيبه خلاص لعيبه النادي الاهلي عارفه قيمه المشوار اللي احنا فيه وقيمه الشوط الاول اللي احنا كسبناه 2-0. فان شاء الله ان شاء الله الشوط الثاني اللي هو يوم الجمعه يسعدوا جماهير النادي الاهلي ويعملوا اداء كويس ويكسبوا مكسب كويس. الجماهير طبعا جماهير النادي الاهلي بتعشق النادي الاهلي وبتحب النادي الاهلي وتحب دائما النادي الاهلي يبقى فيه بطولات. فانا شايف ان جماهير الاهلي حتى بمباراه امبارح يعني الناس كلها سعيده جدا جدا، يعني حتى انا في الشارع وانا ماشي الناس كلها بتبارك لنا بالاداء وبتبارك لنا بالنتيجه. وان شاء الله يوم الجمعه يترجم هذا تبقى فيه سعاده للجماهير وللعيبه ايضا ان شاء الله. ان شاء الله ده اللي نتمناه طبعا. ودايما كابتن فتحي دايما بنقول المعادله الصعبه انك بتعمل اداء كويس ونتيجه حلوه، وده اللي بيفرح جماهير النادي الاهلي. وحضرتك مدرب كبير وعارف لما بيكون في اداء حلو ونتيجه حلوه الفرحه بتكمل. انت ممكن تلعب مباراه وتكسب لكن الاداء مش قوي، ده كان بيحصل في وقت من الاوقات، لكن الترجمه الفعليه للمعادله الصعبه طبعا الاداء والنتيجه. اداء والنتيجه، عشان كده بقول لك الناس مبسوطه جدا لاداء النادي الاهلي، مستحوذ النادي الاهلي، مش عايز اقول لك بنسبه يعني من ال 90 دقيقه النادي الاهلي 70 دقيقه مستحوذ، النادي الاهلي فرص ضايعه، النادي الاهلي هجومين احسن. فكل هذه الامور ادت ارتياحيه حتى لجماهير النادي الاهلي وجماهير الكره المصريه عموما. ده حقيقي يعني مزبوط. حتى الزملكاوي بالاهلي بيقول لك ان النادي الاهلي ادى اداء كويس وعمل نتيجه كويسه. ده حقيقي، ده حقيقي طبعا. اشكرك جدا. متشكر جدا وشكرا جزيلا. شكرا. دي كانت حلقه يوم الاحد من البيت الكبير، بكرة إن شاء الله حلقة جديدة في البيت الكبير من 10 لـ1. تصبحوا على خير.